جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على كل اللي بيتابعنا داخل وخارج مصر. دي حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. جمهور النادي الأهلي اللي احنا عارفين انه دايما الداعم والسند الحقيقي ورا النادي الأهلي، مش بس وراه في مجال كرة القدم، اللعبة الشعبية المتعارف عليها في العالم كله، ولكن على جميع المستويات، بتكلم على جميع الألعاب. جمهور النادي الأهلي هو دايما الداعم والسند. احنا هنا في البيت الكبير وقناة النادي الأهلي بشكل عام عارفين ايه اللي دايما بيدور في عقول حضراتكم، علشان كده دايما بنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم. جمهور الاهلي يثق بكم، طبعا دي رساله وده الهاشتاج رقم واحد من امبارح على تويتر. كلنا ورا فريق النادي الاهلي، سواء ورا البطوله المحليه القاريه، وان شاء الله تكون العشرة، وان شاء الله يكون الاهلي في المونديال نفس السنه دي ان شاء الله. عايز اعرف حضراتكم بضيوفنا اللي هيكونوا منورينا النهارده. النهارده ان شاء الله معانا ثلاث فقرات. اول فقره معانا فيها نجمه الكره الطايره الفولي بول في النادي الاهلي، ندى وليد معانا النهارده في الفقره الاولى، علشان نتكلم عن مستقبل نجمه طالعه من بيت النادي الاهلي. الفقره الثانيه ان شاء الله مشرفنا الناقد الرياضي الكبير محمد القوصي كالعاده، وهنتكلم فيه طبعا عن رؤيته وعن كل ما يدور على الساحة طبعا الرياضية. في مقدمتهم بيأتي النادي الأهلي وآخر المستجدات بشكل عام برضو على الساحة الرياضية. آخر فقرة معانا المدافع الكبير، النجم الكبير والقدير كابتن ماهر همام، ورؤية فنية تحليلية من زاوية كابتن ماهر. أكيد بنستمتع معاه كل ما بيشرفنا ودايما كده يعني منورنا ضيوفنا في البيت الكبير، زي ما كابتن هاني رمزي منور على طول. أهلا بيك، أهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكي. مساء النور. بمسي عليكي طبعا. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. زي ما قالت سهام، فقرات متنوعة إن شاء الله النهاردة في البيت الكبير. هتكون بنتكلم أكيد على ملف الأهم، مباراة النادي الأهلي أمام الإسماعيلي استعدادا لمباراة فيتا كلاب إن شاء الله في المشوار الأفريقي. وزي ما بنقول دايما يعني قبل ما أبدأ في سرد الأحداث ومستقبل النادي الأهلي، بفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة كان بيقول: توقع حضرتك في مباراة النادي الإسماعيلي إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي، توقعاتك بالنسبة للنتيجة. وأعتقد كل الناس وكلنا عارفين، جماهير النادي الأهلي عارفة، إن مباراة نادي الإسماعيلي ليها أهمية خاصة جدا جدا. مباريات نادي الإسماعيلي دايما بتتميز بالكرة الجميلة، عارفين عن النادي الإسماعيلي بيلعب الكرة الجميلة، عنده طموحات أكيد، رغم وجود طبعا نادي الإسماعيلي في يمكن مؤخرة الجدول الدوري في المركز الـ 16، لكن دائما وأبدا مباراة نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي ليها طابع خاص، ليها جماهيرية خاصة. طبعا المدرب يوفيتش المدرب البوسني أكيد عنده طموحات كبيرة جدا إن هو عايز يطلع من الكبوة ديت، ومفيش أفضل لا قدر الله طبعا انه يطلع من هذه الكبوه بنتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، فهتكون بالنسبه له نتيجه فيها دفعه معنويه كبيره جدا ليه ولاعيبته. على الجانب الاخر اكيد النادي الاهلي ليه حسابات واهداف من هذه المباراه. اهداف النادي الاهلي اكيد هو الفوز اولا للاستمرار والوصول لصداره الدوري على مستوى المشوار المحلي، واكيد مهم جدا جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نسافر الكونغو واحنا يعني كسبانين. عوده الانتصارات مره ثانيه اكيد هتكسب الجهاز الفني واللاعبين روح جديده، انتصار جديد ان شاء الله في الدوري يدينا دفعه كمان لمباراه البيتا كلوب في الكونغو اللي لها مباراه مهمه جدا جدا. وبالتالي ان شاء الله يوم الاربعاء منتظرين يعني زي ما حضراتكم معودينكم في البيت الكبير تعليقات حضراتكم على السؤال او اجابات حضراتكم على السؤال من خلال البيت الكبير ونتيجه توقع مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله نكسب يعني باذن الله ان شاء الله. كم بمناسبه هنكسب يعني إن شاء الله يعني احنا نكسب، مهم جدا ان احنا نكسب، وكمان مهم جدا ان احنا كمان نأدي بشكل جيد. احنا أدينا بشكل اكتر من رائع على مستوى الاداء في مباراه بيتا كلوب، كان ناقص بس احراز الاهداف، لكن ان شاء الله باذن الله الموضوع يبقى اسهل في الفرصه اللي جينا لازم نهدف منها. انا اعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله يعني خلينا نتكلم 2-1 2-1 للاهلي ان شاء الله. ده توقع الكابتن هاني رمزي، معروف دايما زي ما كابتن هاني قال من الماتشات اللي بنلاقي فيها كوره وبنستمتع
احنا بنشوف في مباريات دي بتسمى برضه مباريات قمه، الاهلي والاسماعيلي من الكلاسيكيات يمكن في الكره المصريه، مباريات او ماتشات حسمت دوريات ياما يعني. فان شاء الله كل التوفيق كالعاده للنادي الاهلي، ويمكن ده زي ما قلنا برضه ده يعني دي روح او دفعه معنويه مهمه جدا 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 للعيبه قبل ما يطيروا يعني. أكيد. ده مهم جدا جدا ان هم يحققوا ان شاء الله الفوز طبعا. والفوز باذن الله مش صعب، بس النهارده ده مهم قوي علشان انت تطير وتلاعب فيتا كلاب وانت يعني واخد نفسك يعني شويه وتحقق ثلاث نقاط كمان مهمين. بتفرق كتير على المستوى المعنوي خاصه، على المستوى النفسي بتفرق ان اللعيبه راحه وكسبانه. وزي ما بقول لك مباراه الاسماعيلي من المباريات الكبيره، المباراه المهمه في تاريخ الدوري المصري بشكل كبير. والنهارده من خلال كمان اخبارنا يعني كلنا مستنيين عوده علي معلول طبعاً. مستنيين عوده وليد سليمان، بالاخص علي معلول. وليد سليمان بالرغم طبعا عن امكانياتهم الكبيره جدا، لكن كمان الروح القويه اللي بيبثوها في الفريق حتى تواجدهم من خلال القائمه. فالنهارده يعني بيمشوا في برنامج علاجي وان شاء الله باذن الله بيقربوا. النهارده كمان ايمن اشرف يعني رغم عنده اجهاد كبير جدا، والجهاز الفني اداله راحه النهارده وبيحاول بقدر الامكان عمليه الاستشفاء تكون سريعه جدا. انت عارفه ايمن اشرف ما شاء الله عليه يعني نمسك الخشب ماشي بشكل اكتر من رائع، اذا كان سيرد باك او باك ليفت بيأدي المباريات بقوه وبلياقه. طبعا الجهاز الفني بيشوف اللعيبه وده مهم جدا، اللي محتاجه الراحه بيريحه عشان يستفيد كمان من مجهوداته الفتره اللي جايه، وده مهم ان شاء الله على مستوى الدوري زي ما قلنا الاسماعيلي باذن الله خطوه مهمه جدا في استعاده الصداره، وعلى المستوى المعنوي ان شاء الله استعدادا لمباراه فيتا كلاب ان شاء الله الكونغولي. بس احنا برضو عايزين نطمن حضراتكم اكتر عن الاصابات في صفوف النادي الاهلي. كان معروف طبعا انه علي معلول اللي افتقدناه بشكل كبير ووليد سليمان كانوا مصابين بالعضله الخلفيه، النهارده بيؤدوا برنامجهم التاهيلي علشان يرجعوا مره ثانيه يشاركوا في المران، وبالتالي يشاركوا في المباريات اللي جايه. بس يعني علي معلول بنسبة كبيرة جدا جدا ممكن ما يشاركش في الإسماعيلي، بس ممكن يطير على الكونغو عشان يلاعب ضد فيتا كلاب بإذن الله. وليد وعلي من اللعيبة اللي احنا افتقدناهم في الملعب، ويمكن ده كان كلام امبارح كابتن محمد عامر صحيح. قد ايه مفتقدين دور علي معلول ودور كمان وليد سليمان، مش بس دور فني لا، كمان الدور المعنوي والنفسي يعني كقائد طبعا كقائد وليد انا بتكلم مهم جدا جدا دوره ما بين اللعيبه صحيح. وخاصه يعني دايما اوضه اللبس بتبقى مهمه جدا طبعا، وعلى مستوى كمان خلي بالك الفتره بتبقى صغيره بالنسبه للموسيماني. بتكلم على المدير الفني بيشتغل، اولا موسيماني النهارده اشتغل بشكل اكتر من رائع في اثناء التدريبات، وعمل يمكن اللي كنا بنتكلم عليه في البيت الكبير، عمل بعض الوحدات التدريبيه لازمه اللي بيمر بيها مهاجم النادي الاهلي اهدار الاهداف. فعامل وحده تدريبيه بيحاول بقدر الامكان في الوحده التدريبيه دي يعود اللعيبه على التهديف، يرجع لهم كمان الثقه. ومهم جدا ان الموضوع ده نمتد بيه لفترات طويله. تمرين النادي الاهلي النهارده كمان يا سهام فيها حاجات كتير قوي يعني. كان في جلسه طبعا في الجيم زي ما انت قلت مع ايمن اشرف، كان متعرض ايمن طبعا لاجهاد بصفه عامه يعني، جهاز الفني النهارده كان مريحه من التمرينه الاساسيه علشان يتخلص من هذا الاجهاد. ايمن اهو وليد قبله ظهر في الصوره، معلول علي معلول كان قبليه علي معلول انا قلت ايه؟ وليد. انا قلت وليد يعني ان شاء الله هما الاثنين في نفس الطريق، هما الاثنين في نفس الطريق ان شاء الله يعني بيتعافوا في نفس التوقيت. انا اقصد وليد اهو. بس فالنهارده يعني ده بيدعو للتفاؤل كمان، وبيقول انه مشاركتهم مع زمايلهم ان شاء الله قربت جدا جدا، لان كل الناس عايزه تطمن على اللعيبه بقى اللي زي دي يعني علي وليد ايمن. شايفين كمان صلاح محسن كمان شايفينه في الصورة بيشارك بصفة أساسية، شايفين كمان محمود متولي كمان قدامنا على الصورة مع حسين الشحات بيجري. ودي بقى الجلسات الخاصة يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مع موسيماني. موسيماني النهاردة كمان بيقوم بجلسات مش هقول بقى تحفيزية لكن جلسات نفسية، وده مهم جدا. وزي ما بقول لك يا سهام الفترات الصغيرة ما بين المباريات يمكن بتكون الأجزاء التدريبية فيها محدودة شوية حفاظا على اللياقة البدنية للعيبة. الأهم من كده كمان الجلسات النفسية، يعني في زي ما حضراتكم شايفين بيتكلم مع أيمن أشرف. أيمن أشرف من عناصر مهمة جدا
جدا دلوقتي في الفريق، بيتكلم مع موسيماني، بيتكلم مع الجهاز المعاون، يعني في عمليه من التشاور بالنسبه للفترات الجايه، وده مهم جدا ان يكون في تشاور. كابتن يعني سامي قمصان مع الجهاز الفني مع موسيماني بيحطوا السيناريو ان شاء الله لمباراه الاسماعيلي بشكل جيد، الشكل ده كمان يفيدنا باذن الله في مباراه فيتا كلوب في الكونغو، ده شيء مهم بإذن جدا الله. جدا يعني. باذن الله. دي طبعا تمرين النهارده كان مهم جدا، مش بس زي ما قلنا على المستوى الفني، ولكن كمان على اهو مستوى يعني التحدث، في اهو جلسه خاصه كمان ما بين ميشيل يانكون ولاعيبه حراسه المرمى، اولهم الشناوي، علي لطفي، حمزه، مصطفى، مهم جدا جدا، وان شاء الله دي كلها استعدادات لمواجهه الاسماعيلي المرتقبه في الدوري. الناس ما هي كمان بتصور، مش دي ناس طبعا يعني كمان على زي ما فاحنا يعني عايزين نحيي الحقيقه ميشيل يانكون اللي دوره وتاثيره مهم جدا جدا، وظهر على محمد صحيح بسرعه جدا ولافت للنظر في نفس الوقت. صحيح يا كابتن صحيح، يمكن الواحده اللي قدامنا كمان دي اعتقد كمان حاجه لانهاء الهجمه، يعني انا شايف في بعض التعليمات الفرقه او واقفه دي طبعا كلها تدريبات تكتيكيه، اولا على الاستحواذ على الباص، الحاجات اللي شايفينها ديت كمان شايفين، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده كان في فقره مهمه جدا جدا للمهاجمين ولاعيبه الخط الوسط المهاجم، ازاي نفنش الهجمه، ازاي ننهي الفرص اللي بتجيلنا باهداف، لان اعتقد ده هو الشغل الشاغل واللي ينقص النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، هي الفينش، هي اللمسه الاخيره. وبالتالي كان في تدريبات النهارده عليها، كل التدريبات اللي شايفينها ديت كلها تدريبات باسنج جيم، عمليه بوزيشن في الملعب، ازاي تلعب من لمسه واحده، من لمستين التحرك بدون كوره، كل الحاجات اللي ما فيهاش كمان اجهاد على اللعيبه، يعني اللعيبه بتجري الريتم يعني ريتم متوسط شويه طبعا لعمليه الاجهاد، لكن الاهم من كده زي ما قلت العمليات او الحديث النفسي والحديث والتاهيل النفسي ان شاء الله للعيبه على مستوى ان شاء الله مباراه الاسماعيلي وكمان مباراه فيتا كلوب اللي جايه باذن الله. حلوه اللقطه دي، عجباني جدا، بس ده كمان عايزين صلاحه كمان عايزين نتكلم كمان عن فكره المسحه طبعا الطبيه، بنقول برضو للناس علشان نطمنهم اكتر، المسحه الطبيه النهارده بيجريها الجهاز الفني واللعيبه، وطبعا قبل المباراه ب 48 ساعه ناصر ماهر كمان يعني ربنا يرجعه بالسلامه، لان ناصر كمان من العناصر مهمه جدا جدا، محمد شريف، كل الناس بتقوم بعمليه طبعا المسحه، وان شاء الله باذن الله تكون كل المساحات سلبيه، كل اللعيبه مهمه جدا، الجهاز الاداري عندنا كله طبعا، النادي الاهلي حريص جدا خلي بالك اسهام على الاجراءات ديت بشكل دوري، دايما بنحافظ واحنا عارفين عندنا مسابقات كتير مش محتاجين لا قدر الله كمان على مستوى بالظبط على مستوى اصابات الفيروس لا قدر الله، عندنا اصابات يعني محتاجين كل لعيب، فبالتالي الاجراءات ديت النادي الاهلي دايما حريص انه يجريها لعيبته كل 48 ساعه أكيد تقريبا. اكيد طبعا. عايزين نشوف بقى اخر استعدادات النادي الاهلي قبل ما يواجه بساعات قليله نادي الاسماعيلي، نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه في البيت الكبير. تربع الأهلي على عرش الكرة المصرية والإفريقية وتحقيقه الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه لم يكن من فراغ، بل كان نتاج جهد وعرق على مدار سنوات طوال صاحبها التزام بمبادئ وقيم القلعة الحمراء على مر العصور، والتي كانت سببا واضحا لدى الجميع أن القيم والعمل يسيران جنبا إلى جنب داخل قلعة الجزيرة الشامخة من أجل كتابة التاريخ وتحقيق الألقاب. البطل يمرض ولا يموت، والأهلي أكبر دليل، فلطالما ظن الكثير من المنافسين أن الأهلي فقد الأمل في بطولة أو مباراة، لكن الرد دائما ما يكون قاسيا، لأن الأهلي ورجاله يقاتلون حتى النفس الأخير، هدفهم واحد وهو منصة التتويج، ولا يلقون بالا لأي أحاديث جانبية أو ثرثرة هدفها عرقلة المسيرة، والنتيجة دائما تكون في صالح الشياطين الحمر.
معادن الأبطال تظهر في الأوقات الصعبة، وروح الفانيلة الحمراء لا ترحل مهما تغيرت الأجيال، ثابتة على طول الخط، شامخة كالجبال، تعود بنادي القرن الإفريقي من بعيد وتضعه على منصة التتويج وسط ذهول الآخرين منافسين كانوا أو حاقدين. وهذا ما ينطبق في الوقت الحالي على موقف الأهلي في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا، حيث تجد من يتحدث عن انعدام فرص الأهلي وابتعاده عن اللقب، لكن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني عقدوا العزم على المضي قدما والقتال في الثلاث مباريات المقبلة من أجل التأهل لدور الثمانية كخطوة أولى وهامة نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي. النهارده الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على انه يهني خوان لابورتا. خوان لابورتا ده رئيس نادي برشلونه طبعا الجديد، اللي كنا برضو هنا بنتابع عمليه التصويت وعمليه الانتخابات، واعلننا طبعا عن النتيجه. خوان لابورتا قلنا من امبارح ان هو الاقرب للفوز بنسبه 54.28% من اجمالي الاصوات. الاصوات كانت حوالي 87,000، اللي شارك 57، وكان طبعا في منهم 20,600 عن طريق البريد علشان انتشار فيروس كورونا. النهاردة كابتن محمود الخطيب هنى خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، وده دي طبعا بتدل على مدى العلاقات الممتدة ما بين الأهلي والأندية العالمية الأخرى، في مقدمتهم أكيد برشلونة وريال مدريد طبعا الإسبانيين. لكن النهاردة انتخابات برشلونة دي كانت أكيد نهاية للوضع المأساوي اللي بيمر بيه البارسا طبعا في الفترة الأخيرة كابتن هاني. صحيح. وإحنا طبعا عارفين قد إيه كانت الـ على مستوى النتائج، على مستوى استقرار النادي هو الأهم كمان يا سامي، يمكن من خلال اللي بنشوفه مع حضراتكم على الشاشة الفرحة الكبيرة واكتساح طبعا خوان لابورتا لهذه الانتخابات، وكل جماهير برشلونة ومحبي برشلونة يعني بيقولوا عهد جديد، لأن لابورتا كمان كان صاحب السداسية التاريخية لبرشلونة، وكان في والفرحة موجودة زي ما حضراتكم شايفين، كل الناس فرحانة لأن برشلونة كان بيمر بعدة أزمات على المستوى الاقتصادي، على المستوى الملف الاقتصادي مهم جدا. فالفرحة اللي شفناها أمام حضراتكم فرحة يمكن كاتالونيا كلها بعودة خوان لابورتا. وعايز أقول لحضراتكم إن خوان لابورتا عنده تحديات كتيرة جدا، يمكن من خلال تحدياته أربع ملفات مهمة جدا. أكيد كان في حوار يعني سريع جدا مع ميسي، لأن ميسي هو طبعا هو محور أداء برشلونة بشكل كبير. عنده أربع ملفات مهمة جدا. الملف الأولاني طبيعي هو التجديد لميسي، وخاصة حضراتكم عارفين أن من حق ميسي خلاص هو حر في الصيف القادم، فملف التجديد مع ميسي. الجزء الثاني المهم جدا اللي كان واعد بيه لابورتا ميسي هو إقامة مشروع، وده اللي كان بيعترض عليه ميسي، أن مفيش مشروع لبرشلونة، وأن في لازم يكون في مشروع طويل الأجل يحقق طموحات، أكيد طموحات برشلونة. الجزء أو الملف الثالث هو الملف الاقتصادي زي ما حضراتكم شايفين، ويمكن ميسي طبعا أول واحد كان موجود في الاقتراع، وانتخب طبعا لابورتا بشكل كبير جدا، وكان حتى موجود معاه ابنه، وبالتالي كان في كمان لقاء ما بين ميسي ولابورتا بعد انتهاء الانتخابات. الملف الرابع كمان الملف الاقتصادي يا سهام، ملف مهم جدا. انت عارفة يمكن من أكتر الأندية على مستوى أوروبا كان عندهم بعض الديون وبعض المشاكل، وشفنا يمكن من أسبوعين زي ما اتكلمنا في البيت الكبير كمان على مستوى الاعتقالات، على مستوى الرئيس السابق لبرشلونة والسوشيال ميديا، يعني كان في حوارات كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا بتمر ببرشلونة على مستوى النتائج كمان. لكن عايز أقول لحضراتكم أن المشكلة الأساسية هي هتكون كيف يعود برشلونة لسابع عهده. النهاردة لابورتا بيقول أنه هو قريب جدا من التعاقد مع أجويرو لاعب المان سيتي، قريب جدا من التعاقد مع ألبا اللاعب الكبير في البايرن، لأن الاثنين دول فري يعني ما فيش فلوس هتدفع. لكن التحدي كمان الكبير إزاي يعمل فرقة كبيرة، إزاي يجيب نجوم، وعلى المستوى الكبير جدا تجديد تعاقده مع ميسي.
طيب احنا طبعا بنتكلم عن لما بنتكلم عن برشلونة بنتكلم عن ميسي، وقد ايه ميسي مهم جدا جدا في تحديد مصير كومان كمان، وهو اللي اللي هيقول يكمل ولا ما يكملش. ده مربوط بشكل كبير جدا جدا بميسي مش خوان لابورتا. نروح من اسبانيا الى المدينة الجميلة الأقصر. الأقصر ومراسلنا ويعني زميلنا محمد توفيق في الأقصر، أهلي الأقصر، هيكون معاه رسالة مهمة جدا جدا نحب نسمعها مع حضراتكم. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير الزميلة سهام، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدين البيت الكبير في كل مكان ولكل عشاق وجماهير النادي الأهلي حول العالم. يعني أنا معاكم من هنا من مدينة الأقصر وبالتحديد مدينة طيبة الجديدة من داخل النادي الأهلي الأقصر. يعني إحنا هنا عشان ننزف لكم يعني بشرة ومفاجأة لكل عشاق وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. أيام قليلة إن شاء الله ويتم افتتاح النادي الأهلي الأقصر. يمكن دوت طبعا زي ما بنقول ضمن إنجازات أو إنجاز جديد يضاف للشراكة ما بين الكيان الكبير العظيم النادي الأهلي والشركة الوطنية العظيمة شركة استادات، ضمن الشراكة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية ما بين الكيانين الكبار ضمن رؤية 2045. يعني زي ما كان في إنجازات قبل كده للشراكة دي ما بين الأهلي واستادات، سواء استاد الأهلي والسلام، وكمان أكثر من إنجاز يضاف إنجاز جديد نادي الأهلي الأقصر. يعني في بادرة كبيرة ومهمة جدا لجمهور النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي خاصة هنا في صعيد مصر. يمكن كابتن هاني 114 سنة يعني احتاجهم نسر النادي الأهلي عشان يحلق من العاصمة الحالية القاهرة ومقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة عشان يوصل لعاصمة مصر في عصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة مدينة الأقصر، أو زي ما نقول طيبة بالتحديد. خلال 114 سنة يعني استطاع نسر النادي الأهلي التحليق واقتناص جميع البطولات اللي دخلها النادي الأهلي ونافس عليها، وكمان يعني زي ما بنقول يعني السيطرة على قلوب كل عشاق كرة القدم سواء في مصر والوطن العربي الكبير وجميع أنحاء العالم. كطبعه دايما النادي الاهلي كبير وعظيم ودايما يعني بيعمل الجديد والكتير لمحبينه وعشاقه، ودوت ان شاء الله بيتوج خلال الايام القليله المقبله وافتتاح الاهلي الاقصر. زي ما قلنا يعني شراكه عظيمه بين كيان كبير النادي الاهلي وشركه استادات، ان شاء الله يكون في انجازات كمان من خلال رؤيه 2045 بين الكيانين الكبيرين. كابتن هاني يمكن كان ليا الشرف كمان ان كنت متواجد منذ اشهر قليله هنا اثناء تواجد الاعضاء الجدد هنا بالنادي الاهلي الاقصر. يمكن يعني احساس بالفخر الشديد جدا ان اهالي الصعيد هنا موجودين داخل النادي الاهلي والنادي الاهلي موجود هنا. زي ما بيقولوا يعني عائله النادي الاهلي، زي ما اكد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، عائله النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي. اعتقد ان عائله النادي الاهلي كل يوم بتكبر وبتزيد كمان لتشمل اهل الصعيد هنا. يمكن لما التقيت بالاعضاء واتكلمت معاهم مش بس مقتصرين على اهل محافظه الاقصر، لا يعني كان معظم المحافظات القريبه هنا كانت حريصه انها تعمل عضويات وتكون موجوده في الكيان الكبير والعظيم اللي زي ما بنقول بيضم كل احبائه في جميع انحاء المعموره. يمكن المحافظات القريبه هنا سوهاج اسوان، كل اهالي الصعيد جمال يعني كانوا حريصين ان هم يعملوا عضويات في النادي الاهلي لينضموا لعائله النادي الاهلي والكيان الكبير. ان شاء الله يعني بنوعد كل عشاق وجماهير النادي الاهلي خلال ايام قليله هيشوفوا اداء اكثر من رائع. زي ما دايما النادي الاهلي معود كل جمهوره وكل اعضائه، النادي الاهلي في الاقصر هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي اللي بيوصل لابعد مدى في مصر، وان شاء الله في كل انحاء العالم يفضل النادي الاهلي دايما رقم واحد. الكلمه كابتن هاني والضيوف الكرام. احنا بنشكرك جدا جدا يا محمد. طبعا بنشكر محمد، بنشكره شكرا جزيلا يا محمد على يعني هذه الرساله الرائعه، واعتقد رساله تفرح كل جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي يعني شفنا اهلي الاقصر، تقدر تقول اهلي الاقصر، تقدر تقول اهلي طيبه، تقدر تقول اهلي يعني كلنا بنحب الاقصر. وخلينا نتكلم على اهميه الشراكه مع شركه استادات الوطنيه، اعتقد بتقوم بدور اكتر من رائع مع النادي الاهلي، شراكه على مستوى عالي جدا بعد انجاز طبعا استاد السلام والاهلي، وكمان تجديد هذه القناه بتطور غير معهود. شركه استادات الوطنيه مع النادي الاهلي عاملين دويتو كده بلغه الكوره، اعتقد ماشي بانجازات رائعه. وزي ما محمد توفيق بيقول لنا فرحه كمان اهالي الصعيد، وده مهم جدا ان احنا نسر النادي الاهلي يرفرف فوق الصعيد، واهالي الصعيد كتير جدا
جدا من المشاريع، والإدارة حتى السياسية دلوقتي مهتمة بالصعيد اللي كان فترات طويلة كنا غايبين عنه. من النادي الأهلي مع شركة استادات الوطنية بتقدم لنا نموذج أكتر من رائع يا سهام على هذه الشراكة الرائعة، ودي خطوة أولى، دي مش لسه في خطوات تانية، لكن كان مهم جدا وجود الأهلي في منطقة أعتقد كل الناس هناك أهلوية بشكل كبير جدا، وفرحة أهالي الصعيد بأهلي الأقصر أكيد إن شاء الله تنعكس بقى على باقي محافظات مصر إن شاء الله. أهل الصعيد هو ده، هو دي عائلة الأهلي أو برنامج عائلة صحيح. الأهلي. فإحنا بنتكلم طبعا عن نتاج لشراكة اقتصادية جدا ما بين النادي، طبعا نادي الأهلي الكبير، وشركة استادات. على فكرة ده مش أول دور تقوم بيه، ومش أول حاجة تقوم بيها شركة استادات طبعا مع النادي الأهلي. كان في قبل كده استاد الأهلي والسلام، النهاردة الأهلي الأقصر، أهل الصعيد. فدور الحقيقة كبير جدا ووطني وإيجابي بتقوم به شركة استادات النهاردة لكل أهلنا في الصعيد، هم أكيد لمسين ده. وإن شاء الله طبعا يعني النادي بيقدم مش بس خدمات على المستوى الرياضي، كمان على المستوى الاجتماعي. والنهاردة بنتكلم على يمكن مدرج بساع 5000 متفرج لسه هنتفرج عليه. النهاردة عندنا 5 بوابات غير يعني او 4 بوابات فرعيه غير البوابه الرئيسيه. فانت بتتكلم على صرح كبير جدا جدا يمثل النادي الاهلي، ولكن هذه المره في الصعيد. فنروح بقى، واحنا بنتكلم بقى يا جماعه عن الانديه الكبيره، نادي الاهلي، وكنا بنتكلم من شويه عن نادي برشلونه، عندنا كمان نادي كبير جدا النهارده بنتكلم عنه، رينجرز الاسكتلندي. النهارده رينجرز عمل ايه بقى؟ عمل زي النادي الاهلي وبيحسم النهارده بطولة الدوري عنده قبل ما ينتهي الدوري المحلي هناك ب6 جولات تقريبا. فالنهارده المدرب هو أسطورة طبعا ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، اللي بقى عليه كلام انه ممكن يكون خليفة يورجن كلوب في تدريب ليفربول. في كلام النهارده وتقارير إعلامية كتيرة جدا صدرة بقالها كذا يوم او في الساعات كمان القليلة بشكل مكثف عن رحيل يورجن كلوب واللي حاصل من عدم استقرار في ليفربول. صحيح كده. صحيح. يمكن كمان الرينجرز وزي ما شايفين مع حضراتكم الاحتفالات الجنونية في كل مكان، يعني زي ما شايفين على الشاشة احتفالات كبيرة جدا جدا، لأن دي أول بطولة يمكن بعد 10 سنين. يعني كمان البطولة دي هي رقم 55 للدوري في تاريخ رينجرز، لكن بدون هزيمة. يعني كمان بطولة رائعة للمدرب الواعي جيرارد، المدرب الانجليزي اللي زي ما انت بتقول يا سهام وارد جدا ينتقل لليفربول، لكن احتفالات كبيره جدا. رينجرز على الصداره ب 88 نقطه بفارق 20 نقطه كامله عن طبعا الغريم التقليدي سيلتيك في المركز الثاني. كمان بيقدم مستويات رائعه، يعني اكيد 32 مباراه لعبها من خلال الدوري الاسكتلندي ولا هزيمة، يمكن 28 فوز و4 تعادل، نتائج رائعة بيقدمها هذا المدرب الكبير. وزي ما قال سهام وارد جدا ان هو ينتقل الى ليفربول نتيجة طبعا الاداء السيء ليورجن كلوب. ويمكن دلوقتي كمان ليفربول في المركز الثامن في الدوري الانجليزي، تخيل بطل النسخه الماضيه في المركز الثامن. لكن طبعا رينجرز بيحقق انجاز كبير جدا. وخلي بالكم حضراتكم من 2010-2011 هذا النادي نزل للدرجه الرابعه، خلال 4 سنين قدر تاني يعود للدوري الممتاز، وبيحقق النهارده يمكن قبل انتهاء البطوله ب6 اسابيع بيحقق الدوري بعد غياب 10 سنين، انجاز رائع على المستوى المحلي. اكيد جيرد رائع، بس النهارده كمان انت بتتكلم على يورجن كلوب اللي متوقع ليه انه يمسك المنتخب الالماني. يمكن انت قريت ده لك في كلام طبيعي. كتير قوي يعني في يمكن بعض التكهنات كده ان يعني ليفربول بيدور على بعض المرشحين، كلام على السوشيال ميديا. ويمكن المنتخب الالماني كمان قبل كده كان طبعا يورجن كلوب من خلال سنتين كان ممكن يكون متواجد في المنتخب الالماني، لكن يعني اداء وموقف صعب جدا جدا لليفربول خلال الدوري السنه دي، مفاجاه كبيره جدا هذا المستوى ووصول يمكن ليفربول للمركز الثامن في البريمير ليج، بعد كان طبعا خلال ال3 سنين اللي فاتوا كان افضل فريق في العالم. لكن كمان هنتكلم من خلال ممكن يحقق ارقام مع المنتخب الالماني لو راح. هو مدرب كبير مفيش شك، يعني اكيد مدرب كبير، لكن لوف كمان من المدربين العظماء، وما اعتقدش يعني
بيبقى في التغييرات السريعه ديت في المانيا وخاصه على مستوى المنتخبات بيكون الدنيا محسوبه بشكل كبير جدا. فلوف بيحقق نتائج كويسه مع المنتخب الالماني، التغييرات في خاصه في المنتخب الالماني بتكون محدوده جدا. رغم طبعا يورجن كلوب من المدربين الكبار، لكن ما اعتقدش يعني هيمشوا لوف ويدخلوا يورجن كلوب. لكن بنتكلم على ليفربول، ويعني مفاجاه سلبيه طبعا، واكيد مأثره على صلاح طبعا ونفسيه صلاح أكيد طبعا أكيد. وكنا حتى بنتكلم عن صلاح ده ممكن ياثر عليه مع المنتخب أكيد. ولا لا خلاص شك. جاي فلا ممكن تاثر حالته النفسيه أكيد, يعني. اكيد. طيب نروح بقى يا خلاص يعني كده اخبارنا خلصت، هنروح لاول فقره معانا نستقبل بقى نجمه كبيره في كره الطايره، بنت النادي الاهلي ندى وليد. ندى وليد نجمه ونجمه مستقبل كمان، نتعرف عليها اكتر في البيت الكبير بعد الفصل. معانا بطله نجمه فعلا من نجمات الجيل الذهبي في اللعبه دي، بنتكلم عن لعبة كره الطايره الفولي بول، نتكلم عن مع واحده من نجماتها النهارده اللي بيحققوا ارقام وبطولات جيده جدا، هي قادره انها تتكلم عنها طبعا بالتفصيل. معانا هنا النهارده ندى وليد. ندى وليد علي بالزبط. بنت الكابتن طبعا وليد علي، كان بيلعب نفس اللعبه بالزبط. بس هو بيلعب كان في مركز ايه؟ اربعه الدريب. الدريب وانتي ليبرو. والليبرو ده انا عارفه ان بيختاروه يعني وفقا لطوله، وكل ما يكون قصير يبقى الليبرو. كلميني اكتر، انت طولك كام؟ 166. فطبعا اطول مني. طب الحمد لله. انا 164. ازيك يا ندى؟ انا الحمد لله. عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. قولي لي بقى، اللعبه ديت علشان باباكي ولا انت موهوبه فعلا فيها؟ اخذتي وقت علشان تلعبي اللعبه ديت؟ كان عندك هوايات تانية؟ ومين اللي اختار لك اللعبه في الاخر او انت؟ لا هو انا ما اخترتش، انا عيلتي كلها بتلعب فولي. فانا مامتي بابايا وعمي، فانا ما فيش اوبشن ان انا اخش حاجه تانية. بروح مع بابا لما اخلص، يعني لما بطل ادرب في نادي الطيران. فانا كنت بروح معاهم مبسوطه، كنت صغيره قوي، كان عندي 6 سنين. يعني كنت بتلعبي في الطيران انت؟ اول سنه قعدت سنه في الطيران وانا صغيره، وبعدين رحت الاهلي يعني. وانا هو من اول ما شافوني من وانا صغيره، انا كنت قصيره جدا وانا صغيره برضو يعني، بس فهو وبتجري وبجري وبقع ومش عارف ايه، قالوا دي ليبرو يعني، ما فيش مركز تاني ليه يبقى كويس. بس لعبت مثلا 3 أو 4 سنين كده ضريبه. بس طبعا في مستويات الكبار ما بنطش لازم اقلب على طول والحق نفسي يعني. فمن ساعتها بقى وانا خلاص يعني، انا بقى لي 4 سنين بالظبط ليبرو. الليبرو ده في الطايره صانع العاب؟ لا يعني صانع العاب ده بصير. طب الليبرو ده بقى ايه يعني؟ هو دور الدفاع. دور الدفاعي بس. انت بس ليه برضو وظيفه تانية في الطايره بسمع الدفاع. ولا هو بيستقبل اول كوره وبيدافع تمام بس. فانتي نشاتي في بيت كله بيلعب نفس اللعبه؟ حتى اخويا يعني ما فيش. انتوا 2 بس في العيله بالزبط. يعني اخ واخت. فانتي بتلعبي اللعبه ديت عشان يعني يعني اتولدتي لقيتي نفسك في امر واقع بيلعبوا اللعبه دي. بتلعبيها بقالك قد ايه قلتي؟ من وانا عندي 6 سنين. كم سنه يعني؟ ما شاء الله. مش عارفه، انا عندي 21، فممكن ما شاء الله عليكي. مش عارفه ما شاء الله عليكي. انا كمان هنا في يمكن انتم عندك بطولات كتيره جدا، يمكن انت خلاص الدوري ناقص ماتشين علشان تحسموا الدوري، محققين انتم متصدرين دوري كره الطايره بنات. كلميني برضو عن البطوله دي عشان انت بتنتظرك كمان بطولتين افتكر، مش كده؟ واحده في 4 وواحده اتلغت بقى. لا بطوله عربيه مش هتلعب خلاص عشان الكورونا، هي اتلغت فوقتها عدى، كانت في 1. وبعد الدوري بقى ان شاء الله نلعب الكاس. تمام. قولي لي بقى الدوري ماشيين فيه، حققتوا ده ازاي؟ بنقول تقريبا ناقص لكم ماتشين علشان تحسموا اللقب. بتعملي ايه علشان ده؟ هو عامه احنا يعني كل سنه في الدوري بنحب ان احنا اللي هو نحسم الدوري بدري عشان بيبقى احسن لينا، واحنا بقى اللي هو في الاخر بقى كله ايه، بيبقى خلاص بقى احنا حسمنا الدوري، فكل عايز يلعب براحته، كل عايز يوري يعني للكابتن انا مهاراته وعامله ازاي وانه كويس. بس فاحنا الحمد لله لحد دلوقتي يعني كسبنا كل الماتشات، فعشان كده احنا متصدرين لحد دلوقتي. هو بس الزمالك هو اللي بعدينا على طول. الزمالك المركز الثاني. انت ليك استعدادات معينه؟ في تدريبات معينه بيعملها مثلا البوزيشن ده علشان انا البوزيشن بتاعي اهم حاجه ليه فوت ورك. لازم الفوت ورك. الجيم طبعا مهم، بس طبعا مش زي الضريبه، لان الضريبه بتبقى عايزه الجيم عشان تنط ومش كده يعني. بس لكن احنا فوت ورك لازم اجري كتير كده يعني بس. وانت كمان بتدرسي يا ندى؟ مش كده؟ في ثالثه جامعه. بتدرسي ايه؟
انا بزنس. ما شاء الله. وانت بتعملي ازاي بتوفقي بين الاثنين؟ هو موضوع صعب قوي، بس الكورونا خلتنا يعني بجمع اونلاين، فالموضوع بقى اسهل. انا مش بضيع وقت يعني اروح الجامعه اضيع وقت، لا هو انا باخد اللكتر وانا في البيت اخلصها انزل على التمرين يعني. وكنتي بتعملي كده ايام الكورونا مع التمرينات يعني؟ كنتوا بتتدربوا في البيت ولا لا ما كانش فيه مجال؟ ما كانش فيه يعني عشان مش عارفين قوي. لا ما كناش بنتدرب بالذات في اول الكورونا يعني. اول ما سمعنا فيها ما كانش الموضوع لسه عارفين في ايه، فكان الناس بقى بتفتح اونلاين وبتتدرب وبتروح الجيم اونلاين برضو حاجات كده. ما كنتش بتعملي كده؟ لا الصراحه. ما كنتي بتعملي ايه؟ ما كنتش بعمل حاجه، بخرج عادي. بتخرجي؟ وبعدين بس بعد الكورونا نزلنا بقى طبعا. احنا لما نزلنا التمارين يعني كابتن رانيا وكابتن حمدي طبعا ما سابوناش، ما حدش بيعمل حاجه يعني، فعملنا فتره اعداد يعني جامده قوي، بس مش عرفنا نرجع تاني لمستوانا يعني. قولي لي اللعبه بقى، قولي لي بالتفصيل عشان الناس تعرف اكتر. اللعبه ديت فيها يعني كم مركز، وكل مركز دوره بيعمل ايه يا ندى؟ ماشي. هو اولا في اللي هو البصير، هو ده بلاي ميكر، هو ده اللي بيمشي الملعب، بيرفع للعيبه عشان تضرب يعني. وفي مركز اربعه بيبقى اتنين منهم في الملعب، هو ده بيستقبل جنبي وبرده بيضرب. وفي بيبقى اتنين تلاتات، التلاتات دول بيبقى في نص الملعب، هم ما بي ولا بيستقبلوا ولا دفاعوا، بس بيضربوا بس. وفي اتنينات، الاتنينات ده بيضرب برده بس كان مش بيعمل دفاع. بس في معيار علشان نختار مركز من المراكز دي؟ لا مش قوي، بس لازم يبقوا طوال يعني، كل الضريبه والبلاي ميكر لازم يبقى طوال، ده اهم حاجه يعني. وفي طبعا بيبقوا ناس قصيره بس بتبقى يعني عايزه مجهود اكبر، بتبقى ندى يعني بتبقى ندى بس. لكن الضريبه لو قصيره الموضوع بيبقى صعب قوي. لكن الضريب ده لازم يكون طويل علشان يبقى اسرع وصعب، ممكن برضه يبقى قصير شويه يعني. بلاي ميكر. التعامل مع المدير الفني بقى كابتن حمدي الصافي، انا عارفه ان هو واحد من الناس اللي ليه فضل عليكي بعد ربنا اكيد في اللعبه دي. كلميني عن دوره واهلك ازاي يعني لما صعدتي كمان للفريق الاول، كان دوره ايه في الفتره دي معاكي يا كابتن؟ لا هو انا طبعا اشكر كابتن حمدي على اللي عمله معايا، لان كابتن حمدي من ساعه ما طلعت وهو بيشجعني يعني، اداني دفعه نفسيه ومعنويه جامده قوي، لان انا كنت برضو صغيره وبلعب جنب ناس كبار قوي واسامي واخدين يعني دوري كتير جدا، وانا لسه طالعه صغيره. بس هو كان اهم حاجه ان هو ما تخافيش، انزلي والعبي ما تخافيش، هتبقي زيهم هتلعبي زيهم هتبقي معاهم اساسي وكده يعني. بس ومن ساعتها لما هو يعني كان بينزلني ماتشات ولا انت تلعبي وهتعرفي تلعبي وهتبقي كويسه عادي، من ساعتها وانا الحمد لله عارفه يعني خلاص بقى، حاسه خلاص دي بقت فرقتي، مش بقتش ناشئه خلاص يعني. وانت كابتن حمدي الصافي انت بتعرفيه بقالك قد ايه بقى من وقت برضو دخولك النادي، ولا في الفتره اللي فاتت ديت بقالك قد ايه؟ لا طبعا كابتن حمدي عارفاه من زمان يعني، من زمان. اسطوره الكره الطايره يعني. انا فاهمه، لكن لكن لا انا بتكلم على تاثيره في حياتك والدعم اللي هو بيديهولك بقى بشكل شخصي انت منه ليكي. لا وانا ناشئه كابتن حمدي كان بيجي يتفرج على ماتشاتنا وبيشجعنا. لا طبعا كابتن حمدي كان دايما معانا من وانا صغيره يعني. كلميني بقى عن مثلك الاعلى بس في لاعبات كره الطايره، مين بيمثلك مثل اعلى كنفس مركزي؟ هو سؤال صعب قوي. ليه؟ مش عارف يعني، هو انا اصلا ما بتفرج يعني ما اعرفش ناس قوي من بره. لكن في مصر في ليبرات كتير حلوه يعني، في زي بيريد ديب كانت في الصيد، وفي ايسل في الزمالك، لا وفي نهال الشمس. فاحنا يعني احنا اللي هو دلوقتي الليبرات الموجوده، في مريم مصطفى طبعا كانت في الاهلي دلوقتي اعرف في الصيد، لا يعني في ليبرات كتير كويس. وطبعا من الرجال باباكي ولا بابا اربعات، فاحنا ممكن نقول معوض ليبرو الاهلي يعني. بس لا بتكلم عن مثلك الاعلى في اللعب. بابا طبعا، باباكي طبعا. هو معانا دلوقتي على التليفون بقى، كلميه وقولي له انت بنفسك ولا ما قلت ولا قلتي له قبل كده؟ لا هو اكيد عارف. اكيد عارف. اكيد. ازيك يا كابتن؟ كابتن وليد علي معانا على التليفون. اهلا بيك يا كابتن. اهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا بحضرتك كابتن وليد. سمعنا؟ سامع حضرتك. انا طبعا بحييك على النجمه اللي معانا النهارده، نجمه النادي الاهلي واللاعيبه الكبيره، بس عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره الدعم كمان على مستوى الاسره، يعني يمكن اكيد ده الدور الاكبر اكيد في حياه ندى، فممكن حضرتك تكلمنا عنه ازاي؟ يا فندم احنا طبعا انا كنت بلعب فولي، والمدام بتلعب فولي، وعمها بيلعب فولي، وخالتها بتلعب فولي، واخوها بيلعب فولي. فمن واحنا صغيرين طبعا اتربينا على الرياضه، فكان كل اهتمامنا ان اولادنا يطلعوا رياضيين برضو. كنا بنهتم جدا ان هم يروحوا النادي ويمارسوا نشاط رياضي ويكون ليهم نشاط اجتماعي، وعارفين ان اهميه الرياضه جدا للفرد ان هو يطلع
انسان صالح في المجتمع طبعا، وبالتالي كنا دايما بنديها الدعم ان احنا نروح. والدتها طبعا كانت بتهتم جدا انها تروح معها التمارين وتحمسها ونحمسها ونروح معها الماتشات ونصور لها الماتشات ونطلعها على نفسها عشان خاطر انها يعني تحس باهميه الرياضه. والحمد لله برضو وفقنا ان احنا بعد نادي الطيران نوديها النادي الاهلي، وده نادي كبير، نادي بطولات، ادها ثقه وكيان كبير دوت، ساعدها على تكوين شخصيتها. الحمد لله نامل يعني انها تكون بقت كويسه. وربنا يكرمها ان شاء الله، ان يعني المستقبل لسه قدامها كبير وربنا يوفقها ان شاء الله. ممكن نعرف منها بعد المكالمه ديت اللعبه اثرت عليها ازاي او اضافت لشخصيتها ازاي، بس عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره بقى، هي نشات لقت باباها بيلعب اللعبه دي، كنت حريصه على ان انه حضرتك يعني لازم بنتي لازم ابني يلعب نفس اللعبه اللي بلعبها، ولا هي جت كده فبتشوف باباها فالموهبه يعني اكتسبتها؟ هقول لحضرتك، هو انا طبعا انا كنت لعيب منتخب مصر ان شاء الله، وكنت كابتن نادي الطيران، فكنت باخدها معايا التمارين بصراحه في الصاله بتتفرج على اللعبه فيها بالعافيه يعني. مش عايز اقول يعني انا جبرتها عادي. تمام. فهي حبت اللعبه من المنطلق دوت، ويعني هي طبعا بقول لحضرتك الاسره كلها بتلعب فولي، فما فيش مجال انها تختار لعبه ثانيه يعني. ومامتها كمان؟ ومامتك كمان والله؟ جامده جدا. بتلعب في مركز ثلاثه. ده ثلاثة عمل. مركز ايه ثلاثة؟ يعني بيعمل ايه ثلاثة؟ المفروض يبقى طويل، هما يكون طوال، مش عارفة طالعة لمين يعني. انتي؟ هو طوال يعني انا طالعة لمين؟ برضه كلامي 166 دي طالعة لمين يا كابتن؟ طالعة لعمها. ايوه ربنا يخليها لك. والابن كمان، ابن حضرتك برضه بيلعب نفس اللعبة، عرفت من ندى؟ احمد وليد بيلعب فرقة 19 سنة في النادي الاهلي، والحمد لله حايز على معظم البطولات. زي ندى برضو حايز على معظم البطولات، من الناشئين بطوله القاهره او جمهوريه. الحمد لله يعني طبعا كعادة النادي الاهلي ان هو بيكسب معظم البطولات، ويعني هو يعني الاثنين مع بعض الحمد لله يعني. هي بتبقى في تمرين ترجع تروح، هو بيروح التمرين يرجع يروح كده يعني، بيناولوا بعض كده هو المشوار دوت يعني للنادي الاهلي يعني. طبعا بس المعاناه عندكم انتوا طبعا يعني، حضرتك ووالدتها اكيد. والدتها اكتر طبعا، لان انا ببقى موجود في الشغل وكده. فلما برجع بيكون المدام بتكون موصله مثلا ندى بالعربيه وكده، وبترجع بساعات تسيب لها انا العربيه بتاعتي، ساعات احمد ياخدها يعني. بس المدام اكتر واحده هي بتتعب في الموضوع ده يعني بصراحه. ربنا يخليه لكم يا رب. وبعدين انا كمان عايزه اتكلم في فكره انه الدعم ده مش بالساهل يعني، مش بسهوله جدا. احنا بنتكلم كده مامتها كانت بتوديها، انا برجع مش عارف بكمل الدور، احنا بنتكلم كده، بس اكيد المسؤوليه كبيره جدا جدا على حضراتكم حتى اكتر منهم في فتره الكورونا تحديدا، وبنتكلم عن يعني فترة استثنائية أكيد بكل المقاييس. تمام. كانت أكيد صعبة كمان عليكم كابتن وليد، صعب لأنك في بطولات مثلا، في تمرينات اتلغت، في لعبة اتلغت، في البطولة العربية كانت المفروض تتلعب في شهر واحد، مش كده بتقولي لي؟ أفريقيا برضو اتلغت. أفريقيا في شهر أربعة أو ثلاثة اللي فات اتلغت برضو عشان تمام. ده أثر بقى على لعيبة زي أحمد وزي ندى إزاي؟ حضرتك طبعا هم كانوا قاعدين مريحين طبعا في البيت، الموضوع ما بيعملوش حاجة. بس طبعا انا عندي بعض الاجهزة اللي موجودة في البيت كويس، كنت بحاول ان انا اخليهم يتمرنوا عليها شوية يعني. بسيط يعني، بحاول اقنعهم يعني ان هم يتمرنوا شوية. تقنعهم؟ حلوة الكلمة دي. لا انا احمد اخويا يتمرن يعني. لان هم تقريبا معظم الوقت كان عندهم يعني مذاكرة وكده. تمام. والمعين هي الفترة ما طولتش حضرتك، هي الفترة كانت قليلة ورجعوا تاني التمرين، والمدربين يعني عرفوا يرجعوهم بسرعه للمستوى اللي هم كانوا فيه قبل ما يحصل كورونا يعني. بيساعدوكي في الدراسه باباكي ومامتك؟ طبعا. طبعا انا مفلسه بابا بسبب الدراسه والله. لا طبعا بيساعدوني من ساعه من المدرسه لحد الجامعه. طبعا. اكتر نصيحه حضرتك دايما حريص على انك توجهها لندى بتكون ايه؟ اول حاجه انها تبقى قريبه من ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يكرمها طبعا في مشوارها الرياضي، تسمع كلام مدربها كابتن حمدي الصافي طبعا، لان هو ليه فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى عليها.
يعني دايما تحط يعني الهدف الاساسي بالنسبه لها انها يعني تكسب معظم البطولات اللي بتخشها عشان تعمل تاريخ ليها، سواء في النادي او المنتخب، لان هي في النهايه حضرتك الرياضه الانسان بيبقى في فتره بيلعب فيها رياضه وبعد كده بتنتهي بيخش في مرحله تانية في حياته، فكل مرحله سواء اذا كان هو ناشئ او رياضي على مستوى مثلا دولي بيلعب في نادي زي النادي الاهلي، المراحل ديت لازم يحاول يحقق فيها اقصى حاجه ممكن يوصل لها عشان يقدر بعد كده هوت ان هو المشوار دوت اللي هو حققه ان هو ينقله تاني لاولاده والدنيا الحاجه هتستمر ان شاء الله. صح، انا بشكرك جدا جدا وتحياتي لوالدة ندى كمان، وشكرا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد علي، طبعا احد نجوم لعبة الكرة الطائرة، شكرا جزيلا ليك. بعيدا عن اللعب، في دايما كده مقولة يقول لك ايه، انه اي لعبة من اللعبات يعني اللي بتلعبها بنت دي بتتعارض جدا مع فكرة الجواز، بتسمعي انت الموضوع ده؟ يعني لا، في ناس كتير قوي تقول ان البنت اصل انت هيجيلك فتره هتتجوزي، بس انا احنا عندنا في الفرقه ناس كتير متجوزه مش كتير يعني، في دعاء وفي ميه اتنين متجوزين وبيتمرنوا عادي. وبيلعبوا عادي. بيلعبوا بس انت كذا نادي. ما بتشوفيش حتى لو ما كانوش هما بيتكلموا في ده، ما بتشوفيش انه لا ممكن يكونوا متاثرين شويه؟ هو اكيد الموضوع صعب. يعني اكيد الموضوع مش سهل خالص ان يكون ليكي بيت انت شايلاه وفي الاخر تنزلي تتمرني، بس هما يعني عارفين يعني يوازنوا ما بين الاثنين، فطبعا دول يعني ابطال. لكن انت لو في فكره، لو في فكره جواز قدامك، مش يعني ممكن ما تتعارضش معاكي ولا ممكن تتعارض معاكي؟ هو انا مش عارفه يعني، مش عارفه. يعني هنشوف. يعني حاسه ايه؟ حاسه ان هي ممكن تتعارض شويه، بس على حسب سني. يعني على حسب ساعتها سني هيبقى ايه. بتحلمي بايه؟ على مستوى الدراسة وعلى مستوى اللعبة وعلى مستوى حياتك الشخصية؟ كدراسة ان انا ان شاء الله اول ما اخلص يعني دراستي ان انا اشتغل في حاجة كويسة ان شاء الله. وكفولي طبعا نفسي، انا بس نفسي الناس الاول ما يعني ابطل فولي وكده، ناس لا الليبرو نادي الاهلي كانت ندى وليد كانت معروفة، فكون الناس عايزة اسمك يبقى علم. بس كحياتي ان انا يعني ان شاء الله اي حاجة اخشها انجح فيها. كلميني عن يعني خلاص الدوري، انت عندك الماتش بتاع الدوري امتى اللي جاي؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه ده؟ والله مع مين؟ مع الزمالك. في الزمالك. مع الزمالك. بتستعدي ازاي للمواجهه دي؟ دي اكيد مواجهه قمه. طبعا طبعا. يعني ده اهم ماتش في الدوري طبعا. يعني احنا بنستعد فيه بالتمارين كويس، فتنس عالي جدا. كابتن حمدي طبعا مركز معانا كفولي وكفتنس، فاحنا بنتمرن كل يوم ساعتين ونص تقريبا، او ممكن ساعات تبقى اكتر شويه، عشان نستعد لماتش الزمالك ان احنا نبان احسن، يعني من احسن ماتشات نلعبها في الدوري ده، وده اهم ماتش لازم نلعبه كويس يعني. والماتش اللي جاي امتى يا ندى ومع مين؟ هو الجمعه اللي بعده يبقى مع الشمس. فدول اقوى ماتشات. طقوس ماتشات الزمالك اكيد بتكون مختلفه عن طقوس اي ماتش تاني، اي فريق تاني. انت بيبقى ليكي طقوس معينه قبل الماتش؟ هي مش طقوس معينه، احنا كلنا متعودين ان احنا قبل ماتش الزمالك او ماتش الشمس احنا بنخش معسكر قبلها بيوم. فنبقى مركزين، نتمرن، نخلص تمرين، نروح على المعسكر، ننام بدري طبعا، ونصحى الصبح للمحاضره كابتن حمدي بيعملها لنا، وبعدين ننزل بقى على الماتش. هي الطقوس ان احنا لازم نخش المعسكر، لازم ننام بدري، نصحى بدري كده يعني. ده الطقوس اللي بنعملها على طول. بس بتخش بنخش في مود الماتش يعني من قبليه بيوم. بتقعدوا تكلموا بعض لما يعني بتقعدوا تكلموا بعض في التليفون؟ طب هنعمل ايه؟ طب مش عارف ده. ساعات كتير ساعات بنقعد مع بعض كتير نتكلم على الماتش، اللي هو احنا حاسين بايه او هنعمل ايه او كل واحد عايز يعمل ايه في الماتش. لا ساعات كتير قوي بنتكلم على الماتش، مش يعني منفصلين يعني. لا لا خالص خالص. بتفكري في الاحتراف يا ندى؟ هو انا فكرت فيه طبعا، بس هو الموضوع مش سهل يعني. ليه مش سهل؟ لان هما بره مش بيبصوا لينا قوي، لان احنا طبعا في المنتخبات محدش مهتم بينا في المنتخبات، فمنتخب الفيس تيم يعني عندنا مش كويس، ما بنروحش كاس عالم. بس ما بياخدوناش اصلا كاس عالم، لان هم شايفين ان قاره افريقيا يعني الفول فيها ضعيف قوي. فاحنا ناخد حد من اوروبا بره يعني، بس فمش بنتشاف يعني، مش بنتشاف عشان حد ياخدنا. بس فده حاجه ظلمانه قوي بصراحه. ظلمانه يعني. طبعا. طب تعالي ناخد راي كابتن حمدي الصافي كده في الموضوع ده. كابتن حمدي اهلا بحضرتك، طبعا المدير الفني لكره الطايره سيدات، اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. الاول بس كلمني عن بنتك بقى ندى. ازيك يا كابتن حمدي؟ انا ندى طبعا من احسن الليبروهات في مصر وافريقيا، وانا كان الحمد لله يعني
كان ليا الشرف ان انا صعدتها الدرجه الاولى، كانت في قطاع الناشئات عندنا في الاهلي، وصعدتها وهي لسه في قطاع الناشئات، والحمد لله كانت ليها شركات فعاله مع الدرجه الاولى، وكان لها دور مميز في اخر بطوله افريقيه حصلنا عليها في صاله النادي الاهلي. نزلت في المباراه النهائيه كنا خسرانين شوط، وقلبت الماتش تماما بادائها وروحها العاليه. يعني موهبه ولا اكتسبت الخبره دي من باباها والنشأه اللي طلعت فيها؟ لا، هي ندى اصلا طبعا من عائله رياضيه، طبعا باباها كان لاعب دولي سابق في نادي الطيران وكان اللعيبه المميزين، لكن هي الحقيقه هي موهبه اصلا من صغرها، كانت اصلا ضريبه وكانت مميزه جدا في الالعاب الاستقبال والدفاع عن الملعب، عشان كده تحولت ليبرو. والحقيقه هي يعني ادت اداء عالي جدا، واعتقد هي لسه ما خدتش حقها كمان في مصر، ان هي المفروض تبقى من اساسي منتخب مصر، ولاعيبه هايله جدا طبعا. كنا بنتكلم دلوقتي، يمكن حضرتك ما اعرفش سمعت ولا لا، فكره الظلم اللي بيتعرض بيه لاعبات اللعبه دي. يمكن الفولي بول ما ملوش منتخب سيدات بره، ما احنا مش بنمثل مصر في اي، يعني ما فيش كاس عالم، ما فيش اي بطوله عالميه مصر بتشارك فيها كابتن، ليه لحد دلوقتي؟ الحقيقه لا، هو منتخب الطايره سيدات ليه تاريخ طبعا مصر وكده، بس للاسف في الفتره الاخيره حصل توقف الموضوع ده من 2012 باين. صح، حصل نوع من الاهمال شويه في اعداد منتخب مصر، وبالتالي ما كانوش بيتاهلوا للاولمبيات ولا بطولات عالم، فاثر على الجيل الجديد دوت، واعتقد ان الجيل الجديد ده فيه عناصر كثيره تستحق. ما بتطلبوش بدايه كابتن؟ يعني ما فيش دور مثلا حضرتك واخرين بتعملوا على انه فعلا يكون في منتخب للفولي بول سيدات؟ الاعداد بتاعه ما بيبقاش اعداد كويس قبل البطولات افريقيا اللي هي المؤهله لكاس العالم والاولمبياد، فاللعيبه دي ما بتتشافش كويس، لان لازم عشان تتشاف اللعيبه دي لازم تشارك بطولات عالم وتشارك في الاولمبياد. الحقيقه بقى لنا فتره كبيره بعيد عن الحاجات ديت، فده ان شاء الله باذن الله الاتحاد المصري الجديد للكره الطايره باذن الله يهتم بمنتخبات السيدات في مصر والناشئات والشباب، ونتفرج على اللعيبه دي في كاس العالم. لا، هيفرقوا جدا، المشاركات دي هتفرق معاهم جدا يعني. اكيد ان شاء الله. وعندنا كمان مشاركه افريقيه في شهر ابريل اللي جاي، مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. هو لسه ما تحددش بالظبط البطوله هتتلعب فين ولا امتى، واحنا منتظرين الدعوه بتاعت الاتحاد الافريقي هتتلعب فين البطوله، وان شاء الله باذن الله يبقى نشارك ويبقى خامس بطوله افريقيه للجيل دوت يحققها مع النادي الاهلي. احنا عايزين نقول للناس ان في هيمنه، يعني في النادي الاهلي هيمنه على اللعبه ديت، كره الطايره السيدات بتهيمن على الفوز دايما، يعني انتوا دايما محققين في الدوري ارقام قياسيه، دايما متصدرين هم بنات يعني كره الطايره في النادي الاهلي. الحقيقه الحمد لله الجيل ده مهيمن سواء محليا او افريقيا، النادي بيهتم جدا بلعبه الكره الطايره بالذات فريق السيدات وبرضه فريق الرجال، بيدعمهم باحسن العناصر واحسن الاجهزه الفنيه، وبالتالي لما بيبقى في دعم من اداره النادي بيبقى في نتائج، وده اللي حصل. الجيل دوت محقق 6 دوري و6 كاس واربع بطولات افريقيه واثنين بطوله عربيه، ودايما بنهتم دايما في المقام الاول بابن النادي الناشئ بتاع النادي، شارك مع الفريق، وبنستغل اولاد النادي والناشئين بتوع النادي، وبندعم في اضيق الحدود، والتدعيم بيبقى بالعناصر اللي هي مميزه جدا هتفيد الفريق. احنا لسه كنا قبل ما حضرتك كمان يعني تدخل معانا على التليفون، كانت ندى بتقول انا نفسي يبقى اسمي يعني كبير لما تذكر اللعبه يتقال ندى وليد في اللعبه دي، فشايف حضرتك بقى ممكن ندى، اكيد هي عملت ده، بس ممكن ندى توصل لفين يا كابتن حمدي من وجهه نظرك؟ لا، انا شايف ان ندى مستقبلها كويس جدا لو استمرت على نفس الاهتمام في التدريب والاهتمام في الكره الطايره وحافظ على نفسها بعيد عن الاصابات. لا، ندى هتحقق، ندى منتظره ان شاء الله مستقبل كبير سواء مع المنتخب او النادي، انا متوقع لها ان شاء الله باذن الله ان هي تاخد القاب او كؤوس في مهارات الدفاع والاستقبال سواء مع المنتخب والنادي، وان شاء الله باذن الله في المشاركات اللي هتشاركها مع المنتخب سواء بطولات عالم في المستقبل ان شاء الله. لا، هيفرق معاها جدا في المستوى،
وتستاهل يعني ان هي تبقى موجوده على الساحه الدوليه باذن الله. عايزه تقولي ايه الكابتن حمدي؟ يعني مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس طبعا بشكرك كابتن حمدي والله على كل حاجه حضرتك بتعملها معانا كلنا كفرقه كلها يعني، بس يعني ده اقل حاجه ممكن اقولها. انت مكسوفه يا ندى؟ لا والله. طيب بشكرك يا كابتن حمدي، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا، وبنتمنى ان حضرتك تشرفنا يعني في مره في البيت الكبير، لانه اسمك يعني اكيد اشهر من نار على العالم، ودايما ما بيذكر يعني بتشرف فعلا حقيقي اللعبه دي، لعبه الفولي بول. كابتن حمدي شكرا جزيلا. شكرا. شكرا حبيبي، شكرا ليك. احنا اتكلمنا عن حلمك بقى، انت بتقولي ان انا نفسي اشارك في منتخب بلدي بره في كاس العالم، بس ده مش موجود. تفتكري ده ممكن يحصل في يوم من الايام قريب؟ يعني اكيد ممكن يحصل، احنا عندنا امكانيات ان احنا لعبنا كاس عالم ونبني شكلنا كويس يعني. بس اللي هو يبقى فيه اهتمام شويه لينا كاعداد. لكن احنا حتى في الناشئين قبل اي بطوله افريقيا احنا بنتجمع قبل مثلا بطوله بشهر. فاحنا ما بنلحقش نعمل اي حاجه. بس في سن معين يا ندى للاعبات ان هم ممكن يعتزلوا فيه للعبه، ولا ملوش سن؟ كره الطايره ما فيهاش سن، ملهاش سن، كل واحد على قد ما تقدر يعني. ما في ما شاء الله كابتن نهله سامح معانا 31 سنه وما شاء الله قادره تدي ولسه قدامها كتير. حبيبتي جات لنا هنا. طبعا حبيبتنا كلنا، فهي ملهاش سن دي قائد الفريق. طبعا. كابتن. هي ملهاش سن معين، هو كل واحد قادر يدي لحد امتى بس. دايما بنتكلم على دور الكابتن او قائد الفريق، ده بيكون دور مؤثر قوي ونفسي قوي في نفس الوقت. بتعمل كده؟ طبعا. نهله من اول ناس شجعتني في الفرقه. اول ما طلعت نهله قالت لي انت قريب قوي هتبقي من احسن الليبرات الموجوده في مصر، هتبقي معانا وهتشاركي. من اول ما طلعت وكنت صغيره بقى كنت يعني كابتن نهله، انا بلعب جنب كابتن نهله يعني، بس هي لا، هي ساعدتني كتير وشجعتني كتير يعني. مين هي قريبه منك ولا في لعبات اخريات قريبين من ندى؟ لا، في كتير، في دانا شاوي طبعا بصيره، وفي مايا، مش عايزه انسى حد يعني، بس احنا كل فرقه احنا عامه احنا كنا قريبين قوي يعني. احنا مش بنتعامل احنا فرقه، احنا بجد عيله يعني. انت اسمك فعلا يعني انت دخلتي فعلا التاريخ. يمكن كابتن حمدي الصافي كان كمان بيتكلم عن ارقام قياسيه انتوا كجيل قدرتوا ان انتوا تحققوها، اولهم طبعا الدوري وعلى مستوى كمان البطوله العربيه. انتم احنا مركز محققين ايه؟ الاهلي محقق ايه في البطولات، في البطوله العربيه اللي اتاجلت؟ اخر بطوله عربيه خدنا فيها تاني. اخدتوا فيها تاني؟ بس يعني اللي قبليها خدنا فيها اول، هي خسرنا هي بس البطوله دي، لكن عامه دايما بناخد فيها اول. وافريقيا لحد دلوقتي الحمد لله كله اول يعني. ده هايل جدا. دانا شوقي صاحبتك قريبه منك؟ طبعا. ليه طبعا؟ واحنا صغيرين قوي يعني، من واحنا في 10 سنين واحنا صحاب تقريبا. والله ما شاء الله. هي معانا دلوقتي على التليفون، كلميها. هاي دندونة. هاي يا دانا، ازي حضرتك؟ ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. كويسه؟ كله تمام. كلميني بقى عن ندى، ايه اللي بقى اللي بيميز ندى على المستوى يعني على الشخصيه؟ يعني ندى اكتر حاجه انت بتحبيها في شخصيتها ايه؟ يعني هي ندى اكتر حاجه مش بتخاف. يعني دي اكتر حاجه مميزاها ما بيننا. هي بجد ممكن نبقى مثلا ناس كتير قوي متوتره داخله، بس ندى لا، يعني هي بتبقى داخله واثقه من نفسها وعارفه ان هي تقدر تلعب حلو والكلام ده كله. بتحاول ان هي يعني اللي هو تغير المود بتاع الماتش، اللي هو طبعا قبل الماتش بنبقى كلنا ستريس كده، فهي بتحاول ان هي تشغل اغاني، تحاول نهزر، تحاول. انت اللي بتفكيهم يعني؟ انا لازم، هم بيناموا وانا مش بحب النوم يعني. لا انت شكلك يعني ما بعرفش اقعد انا. نفوق ونركز ونال او نهزر ونعمل كده، نقعد نعمل ايه؟ هم اهدى منك يعني؟ ده انا اهدى منك بكتير. لا والله. بس لازم افكهم كده يعني. وهي يعني هي جريئه، انت بتشوفي ان ندى جريئه ما بتخافش. ودانا ايه؟ حاجه فعلا بتميزها يعني. هو احنا ما عندناش حد اللي هو بيخاف، بس كل واحد بينزل برضه بيبقى في توتر في الماتش. فهو انا اصلا يعني مركزي دوري ان انا شويه اهديهم، واللي هو لا ما حدش يتوتر يعني. فعشان كده انا بنزل، هو حتى قبل الماتش بخش على كل واحده اشوف هي بتعمل ايه. والله بتطمني على، لازم اخش اشوف كل واحده بتعمل ايه. والله على واحده 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 بخش على اوضه كده يعني. بتعملوا ايه؟ قاعدين بتعملوا ايه يعني؟ انت الوحيده اللي بتعملي كده؟ لا، كلنا بنقعد نلف على بعض، بس انا بركز قوي، لازم اصحى اشوف كل حد بيعمل ايه يعني. كلمينا على الصوره اللي انت شايفاها دي.
دي في النهائي 18 خدنا فيها اول، كانت اخر سنه ليا في الناشئين او اللي قبليها تقريبا. دي كانت امتى؟ من سنتين. من سنتين لما كنا بنلعب مع دجله. بتتفرجي يا دانا؟ ايوه. احكي لي طيب ذكرياتك مع الصوره. والله هو كان اخر ماتش، ما كانش اخر ماتش لينا، كان اخر ماتش لينا في القاهره. كانت خلاص المفروض دي اخر سنه يعني هنلعب القاهره وهنطلع فيرستين بعديها يعني. كان في ماتش بعد كده اللي هي الجمهوريه، فاينل الجمهوريه. بس خلاص يعني دي كانت اخر بطولتين لعبناهم مع ال 18 وبعديها طلعنا مع الفيرستين يعني. انا بشكرك جدا جدا يا دانا، بس قولي لي برضو انت حلمك ايه؟ ايه اللي نفسك تحققيه برضو مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ طبعا يعني هو كده كده لازم يعني نحقق البطولات اللي احنا داخلينها الفتره اللي جايه ان شاء الله، زي الدوري والكاس اول ان شاء الله، وان شاء الله لو هندخل ونشارك في بطوله افريقيا اللي جايه في شهر 4 نحقق المركز الاول يعني زي ما متعودين نعمله مع الفرقه يعني. بس ان شاء الله خير يعني. بس لسه البطوله الافريقيه ديت ما تحددلهاش تاريخ، بتقلقك بقى الفكره دي ولا لا؟ بتبقي دايما ستاند باي يعني دايما بستعد، دايما بتمرن، يعلنوا وما يعلنوش انا جاهزه. ما هو احنا دلوقتي احنا بنتمرن كده كده يعني، احنا اوريدي في الاستعدادات بتاعتنا. هي الفكره بس بنبقى مش عارفين نعلي الحمل، نوطي الحمل، البطوله قربت، البطوله ما قربتش. خصوصا ان الفتره بتاعت الكورونا من ساعه ما هي دخلت وهي كل شويه ياجلوا الماتشات، ياجلوا البطولات. فالموضوع بيبقى صعب علينا كلاعيبه علشان ما بيبقاش عارفين نتمرن يعني، او مش عارفين نحط الحمل الصح من الاول. بس هي الفكره ان الاحسن نبقى عارفين من الاول، مثلا شهر 3 عندنا البطوله بتاعت افريقيا، شهر 1 عندنا البطوله العربيه، هنلعب مثلا الدوري والكاس. يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين احنا هنلعب قبل رمضان او بعد رمضان. انت يعني داخله مش متفقين رمضان خالص. في ابريل هنلعب ماتشات يعني. كمان في رمضان ليكم ماتشات في رمضان. دوري. دوري وكاس لسه يعني، ولسه كاس. بس انت يعني فكره ان انت يكون التاريخ ده محدد، دي فكره بتريح، بتطمنك نفسيا يعني. هي بتطمن اللعيبه والجهاز الفني، عشان حتى بنبقى عارفين نعرف هنعمل ايه في الجامعات، لو في ناس بتتمرن، في ناس بتشتغل، بيبقى الناس عارفه يعني تظبط الوقت مثلا. صح. في الجامعه او في الشغل او كده، لكن ان هو مره واحده احنا عندنا بطوله كمان اسبوعين، ما مش حاجة طبيعية يعني. معلش، بتمنى لك التوفيق يا دانا. ميرسي، شكرا. شكرا ليك يا حبيبتي، انا بشكرك جدا جدا. كلمة لو انت حابة توجهيها في الاخر لأسرتك، لأي حد انت يعني ما سمح لكيش الوقت ان انت تذكري اسمه، عايزة تقولي ايه في الاخر؟ انا طبعا بشكر بابا وماما، اول الاثنين كانوا واقفين جنبي من ساعة ما دخلت في الرياضة وفي الدراسة وفي كل حاجة، هم تعبوا معايا كتير وانا متعباهم قوي انا عارفة. بس فانا بشكرهم قوي ان هم دايما كانوا معايا في كل حاجة عملتها، ودايما كانوا بيشجعوني على طول، حتى لو انا في فتره كده ساعات ببقى الواحد مش كويس فيها، مش عارف يلعب، عياط بس طبعا. فهم لا كانوا ليه عياط بي. ليه انا اي حاجه بعيط فيعني عادي بتتاثري يعني. فهم لا يشجعوني، لا انت مش صغيره عشان كده تبقي متضايقه كده، لازم تبقي كويسه، لازم تبقي. هم اللي خلوني شخصيتي اللي هو انا خلاص مش هخاف، هم اصل هيحصل ايه يعني، مش هيحصل حاجه وحشه خالص يعني، ربنا يا ربنا هو اللي كاتبه هيحصل يعني. وبشكر كل اصحابي طبعا، اصحابي بتوع المدرسه بالذات، عشان هم استحملوني ان انا ما كنتش بنزل معاهم خالص عشان التمارين. بس وبشكر كل المدربين اللي يعني اتمرنت معاهم، مش عايزه انسى اسم حد، فبشكرهم كلهم يعني. وانا كمان بشكرك جدا جدا، انت نورتينا النهارده. والله نور حضرتك. تسلمي حبيبتي يا ندى، ميرسي جدا لذوقك، وانت شرفتينا النهارده، نورتي في بيتي كبير. دي كانت فقرتنا الاولى، بعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي محمد القوصي مع الكابتن هاني رمزي في البيت الكبير. بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. فقرتنا الحوارية المهمة جدا والمميزة هتكون على ملفات كتير، ملفات تخص أكيد نادينا النادي الأهلي على المشوار المحلي، المشوار الأفريقي، وبعض الملفات المهمة على الساحة الرياضية. ومفيش طبعا أفضل من الناقد الرياضي المتميز الأستاذ محمد القوصي نناقشه في هذه الموضوعات. أستاذ محمد بنرحب بحضرتك. أهلا بك كابتن هاني، ربنا يخليك كابتن، دايما بسعد بتواجدي معاك. تحياتي لحضرتك ولكل مشاهديك في كل مكان،
والجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل المتابعين قناه الاهلي في انحاء العالم كله. بتنورنا دايما استاذ محمد، وكذا ملف هنفتحه مع حضرتك، ونبدا بالمشوار القريب، المشوار المحلي ومباراه نادي الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء مع نادي الاسماعيلي. من وجهه نظر حضرتك اهميه هذه المباراه، اذا كانت اهميه على المستوى المحلي او كمان اهميه على المستوى الافريقي. تمام، يعني هو بغض النظر عن ترتيب الفريقين والمباريات المؤجله للاهلي والوضع اللي في الاسماعيلي، الحقيقه يعني دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي بيبقى لها وضعيه خاصه، ليها حسابات خاصه، ليها حسابات خاصه. ديربي، فريقين كبار، ناديين كبار، اسمين كبار، اسمين تقال في الكره المصريه، دايما بيكون فيها اثاره، فيها متعه، فيها رغبه في الفوز من جانب الفريقين مهما كان الوضع ومهما كانت دايما. حتى مباراه الاسماعيلي بيكون ليها حساسيه كبيره جدا، وليها لعب، وفيها اداء، وفيها يعني كل ما تنتظر من كره القدم في المباريات بتاعه الاهلي والاسماعيلي. يمكن شفنا واحده من اعظم مباريات كره القدم في تاريخ كره القدم المصريه من وجهه نظري، ماتش 4-4 بين الاهلي والاسماعيلي. صحيح، فاكر الماتش ده؟ طبعا، هي مباراه على المستوى الفني، سرعه، اهداف، اثاره، كانت مباراه رائعه فعلا، وده اللي متعودينه ماتشات الاهلي والاسماعيلي يعني خاصه. بالظبط، يعني صحيح الاسماعيلي في وضعيه غير جيده في الدوري، نتمنى له ان يتعافى منها، لكن في المباراه دي تحديدا هيكون له ظروف خاصه. حتى يعني اي فريق سواء الاسماعيلي او غيره بيستنفر كل قواه في مواجهه الاهلي. يا بالك بالاسماعيلي، الاسماعيلي في ظروفه صعبه وفي المركز قبل الاخير، لكن في النهايه عنده مجموعه من اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا ويادوا كوره ويمتعوك ويظهروا بشكل جيد وشكل مميز. اذا كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه للاسماعيلي اللي بيعاني من اجل الهروب من المؤخره، فالمباراه ايضا مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، مهمه علشان يستعيد ثقه جمهوره بعد المباراه الاخيره، بعد المباراتين الاخرتين تحديدا في دوري الابطال، مباراه سيمبا اللي اخترعها النادي الاهلي ومباراه فيتا كلوب، المباراه الغريبه جدا والمثيره جدا، مباراه يعني خياليه في كره القدم. هنجيلها اكيد، هنجيلها هنجيلها يعني. فمحتاج انك انت تحقق مكسب مهم جدا تحديدا، يعني يرد لك ثقتك ويعطيك دفعه معنويه كويسه قبل ما تروح لفيتا كلوب في الكونغو يعني. فمباراه مهمه من كل النواحي، كمان مهمه جدا في الدوري. لكن انا عايز اقول عليها كابتن، يعني بص، النادي الاهلي دايما تشعر انه محطوط تحت ضغوط طول الوقت، طول الوقت في لعبه تحت ضغوط. انت لو بصيت على النادي الاهلي في اخر 4 شهور لعب في 7 بطولات، و7 بطولات كلها بيطالبوا ان هو يفوز بيها. يعني كان بيفنش الدوري السنه اللي عدت وبيفنش بشكل جيد، والسنه دي بيبدا الدوري ومطالب انه يفوز بكل ماتشات عشان ينافس على الدوري. بينهي دوري الابطال السنه اللي عدت من اول ما مسك موسيماني، النصف النهائي والنهائي، وبعد كده خلص وبيبدا دوري الابطال بصعوبات كبيره جدا، ادي بطولتين وادي بطولتين، وراح كاس العالم للانديه ومباراه الكاس من طلع الجيش، ومباراه الكاس، ومباراه الكاس من طلع الجيش. فالحقيقه دايما الاهلي خلاص، هو قدر النادي الاهلي كده وجمهوره لا يقبل الا بكده. فعلينا برضو يعني، انا مش بقول مبررات، لكن في النهايه دي ظروف بتحيط بالنادي الاهلي. هذه الظروف لها علاقه لها باللي حدث في المباراه الاخيره بتاعت فيتا كلوب، ده ممكن تكسبها باي شكل واشكال وباكبر عدد من الاهداف، بعيدا كمان عن الخطا التحكيمي الواضح اللي حصل اللي ملوش اي منطق ولاش اي علاقه ركله الجزاء الوهميه اللي احتسبت على النادي الاهلي. لكن في النهايه في ضغوطات كبيره جدا بيعيش فيها النادي الاهلي وتعيش فيها لعيبه النادي الاهلي، لازم ناخدها في الحسبان. هذه ليست مبررات، لكن دي حاجات برضو موجوده يا جماعه في كره القدم. اكيد يعني، اكيد موجوده، ودايما النادي الاهلي وكل لعيبته دايما تحت ضغوط، حتى تحت ضغوط يعني، بس ضغوط كبيره كانت. ضغوط كبيره بجد يعني، انت وتشعر ان كل مبارياتك نهائيات ولا بد ان تفوز بيها يعني، وده خلاص مطلوب، انت فريق كبير وبتلعب على هذا الشكل. فعلى اللاعب اللي بقى في النادي الاهلي لاعب يكون يتحمل الضغوط، والمدرب اللي بيدرب النادي الاهلي لابد ان يكون بيتحمل الضغوط، المدرب اللي بيدرب النادي الاهلي لابد يكون عنده قدره على استيعاب ده كله، وعارف ان في عدد كبير جدا من اللعيبه، وعنده عدد كبير جدا من اللعيبه يقدر يعمل الروتيشن بتاعه ويستفيد من اكبر عدد من اللعيبه، ويقلل الضغط عنده شويه ويزود عنده ورايح. اكيد ده شغلة المايسترو اللي بيتحكم في الامور يعني. يعني المايسترو اللي بنتكلم عليه، او حضرتك بتتكلم على دور المدير الفني المهم جدا في الاوقات الصعبه، يعني لما بيكون الامور سهله، واحنا عارفين المكسب دايما بيجيب مكسب، دايما الامور اللي بيبقى فيها شويه مشاكل في الاداء في النتيجه بيظهر دور المدير الفني. ازاي موسيماني يعدي من مباراه الاسماعيلي بمكاسب؟ كلنا بنطالب مكاسب على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، شايف التوليفه تبقى ازاي، او ايه يعني ايه النقطة اللي لازم يفكر فيها موسيماني بشكل دقيق جدا عشان يحققه في مباراة الاسماعيلي؟ واضح ان في عناصر مجهدة في فرقة الاهلي، مجهدة بشكل كبير جدا يعني. حتى لو لاحظنا النهارده برضه في التدريبات في لعيبة مجهدة مش قادرة تأدي التدريبات، يعني مثلا عندك أيمن أشرف كان عامل مباراة جيدة مجهد، طاهر محمد طاهر راجع برضه مجهد، عنده إجهاد بالرغم انه كان لاعب بديل، أكتر من لاعب بيعاني من إجهاد من كتر المشاركة في المباريات يعني.
المدير الفني يقدر يستعين بعناصر تانية. المفترض ان الاهلي عنده 30 لاعب او القائمه كانت مفروض متاحه ليه 35 لاعب، او عندك متاح كمان اللعيبه اللي هم اللي غير مقيدين اللي هم اللي تحت السن، المفروض يستفيد بكل الناس دي ويعمل نوع من التدوير بين اللعيبه بحيث يدي فرصه للعيبه اخرى. يعني التدوير يا استاذ محمد بتيجي موضوع ان هو طيب لو عمل التدوير بعض الناس يقول لك لا ده مش وقت التدوير وفين التثبيت التشكيل ولازم اللعيبه الاساسيه تطلع، وجزء تاني يقول لك لا هو لازم يكون مباراه تجريبيه لمباراه فيتا كلوب لتقارب الميعاد، فمش وقت ان احنا ندفع بلعيبه جديده. الـ كل الامور دي مش فكره لعيبه جديده، الحسبه دي لا يعني لعيبه اول مره تخش التشكيل يعني بتتكلم يعني مثلا لو بتتكلم على بعض العناصر تخش جديده، بتتكلم لو ايمن اشرف مجهد يبقى هتخش مثلا هتخش عندنا مشكله، مشكله دي مشكله دي فيها مشكله يعني كبيره جدا. ما بقول لك في مشاكل كبيره بالدوله الحسبه يعني. تختلف المدير الفني في ظل الارتباطات القريبه جدا، وفي ظل ان هو طب نثبت تشكيل، طب نلاعب اللعيبه مجهده، طب نريح دوت، يعني امور صعبه بصراحه. لا طبعا هي امور صعبه يعني كان الله في الجهاز الفني وفي اللعيبه في نفس الوقت يعني مظبوط. لكن في النهايه يعني انا عندي ايه الاهم اللي جاي؟ صح الاهم ايه؟ الاهم دوري الابطال الافريقي، لان انا في منطقه صعبه ولازم اتجاوز هذه العقبه وبعد كده بفكر في الاهم. مش هقول لك ان الدوري في مرحله اقل، لكن طبعا بكل تاكيد اهم من الدوري، لان الدوري ما زالت عندي فرص كتيره جدا فيه. الدوري لسه مشواره طويل، الدوري لسه مشواره طويل جدا يعني. ما الاهلي ما لعبش فيه غير 9 او 10 مباريات يعني بكتير قوي، 10 مباريات فما زال مشواره طويل جدا في الدوري. اما انا دوري الابطال ده انا عندي المباراه اللي جايه مباراه بالنسبه لي اكون او لا اكون، مباراه نتيجتها تحدد ان انا هكمل في مشواري ولا مش هكمل. لا قدر الله لو تعرضت لخساره هتبقى الموقف صعب جدا، هحتاج بقى لحسابات معقده جدا. عملت تعادل هتبقى افضل بكتير جدا، وتبقى فرصتي في الصعود تكاد تقترب من 80 او 90% لو كسبت خلصت الامور يعني بالنسبه لي. يعني انت شايف ان يعني مباراه الاسماعيلي مهمه على مستوى حتى المعنويات، ان لازم تكسب عشان تروح معنويات بالظبط معنويا باي شكل من الاشكال، لكن في النهايه تركيزك انت باصص لمباراه فيتا كلوب اللي هي المباراه الاساسيه اللي انت المفروض تحقق فيها نتيجه طيبه ونتيجه مميزه. واعتقد ان انا من وجهه نظري ان ده الهدف الاساسي اللي الاهلي هيلعب عليه. حتى لو كانت مباراه الاسماعيلي مهمه في الدوري فهي مباراه تجهزك وتساعدك على انك انت تلعب فيتا كلوب بشكل كويس بشكل مميز، وتستعيد وممكن خلالها تعالج الكثير من الاخطاء اللي ظهرت في المباراه الاخيره يا كابتن. واهمها المباراه هي كيف تضع الكره في الشباك، يعني اعتقد ان دي مهمه جدا بالنسبه لنا في المرحله اللي جايه. دي النقطه اللي انك انت بتوصل 20 مره وتسجل هدفين فقط هذا قليل، يعني على الاقل لو سجل مش هقول لك سجل 50% ده انت لو سجلت 25% لو صحيح. سجلت 25% من الفرص اللي جات لك في المباراه كنت ممكن ثلاث اربع تجوان في المباراه. ودي من الحاجات يعني اللي فعلا بيترقبها جماهير النادي الاهلي مباراه الاسماعيلي. اكيد مباراه الاسماعيلي بالرغم ان هو في المركز ال 16 لكن مفيش الكلام ده يعني مش هيكون عندك كم الفرص اللي جات لك في مباراه فيتا، وبالتالي الفرص بتقل. فلازم عمليه استغلال الفرص على اساس ان انت لو جات لك اربع خمس فرص على الاقل تسجل هدفين يعني. بالظبط يعني انك بتحاول قدر الامكان استغلال يعني مش هقول لك الفرص ده في ناس بتستغل انصاف الفرص في ماتش زي الاسماعيلي ده ممكن تجي لك فرصه في المباراه ممكن تجي لك فرصتين فتسجل منهم. يعني مثلا فرقه زي فيتا كلوب راحت على الاهلي كم مره؟ ثلاث مرات بالظبط اربع محاولات جابوا جونين يعني ومن واحده يعني ده في كره انقذت الشناوي كره الحقيقه جون بنسبه مش اقل يعني صدع عملاق محمد الشناوي الكره الانفراد واللي طلعها دي ده حاجه مش ممكن يعني. ده احنا عايزين المهاجم بتاعنا الاهلي يعمل ده يخلص ده يسجل من الفرص اللي بتجيله وبالتالي يستطيع ان يحل المشاكل بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد ان دي هم اشتغل عليها موسيمان، يمكن اشتغل على الناحيه النفسيه، اشتغل على الناحيه الفنيه، اشتغل على الناحيه ازاي تسجل الهدف. اعتقد المفترض يكون عمل حاجات فرديه مع لعيبه لان ده مهم جدا الشغل ده بعيد عن الشغل الجماعي طبعا اللي حضرتك عارفه، الشغل الفردي طبعا الخاص باللعيبه بكل لعبه وخصوصا اللاعبين المهاجمين، ودي المشكله الكؤود اللي بتواجه النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني. ولو كان عندنا مشكله في عمليه يعني احراز الاهداف من خلال فرص كتيره بتتاح للمهاجمين فبرضه كان عندنا مشكله مسكناها، يمكن كان كريم سعيد موجود على الاداء التحليل النادي الاهلي. عندنا كمان مشكله انه النادي الاهلي يعني 12 هدف من خلال مشوار موسيماني، دخل 12 هدف منهم 8 اهداف في الشوط الاولاني وشفنا ده في مباريات كتيره جدا. فلازم كمان تعرف فريق الاسماعيلي بالرغم من عدد الاهداف اللي سجلها نادي الاسماعيلي قليله لكن شيلونجو لعيب مميز، عندك فخر الدين بن يوسف لعيب مميز، كلهم لعيبه محترفه فكمان محمد صادق من لعيبه كويسه، محمد صادق لعيبه من لعيبه المنتخب الاولمبي كمان على مستوى الدفاع يعني كلم على مستوى التركيز لمده 90 دقيقه او اكتر في عمليه الدفاع بالنسبه للفرقه كلها. يعني ما نتكلمش على خط الدفاع لكن
النواحي الدفاعيه كمان لازم تتحسن بشكل طبعاً افضل. مهم جدا، بدليل انك انت في الوقت اللي انت بتهاجم في الماتش الاخير ومضيع 10 فرص على الاقل الشوط الاول، كره واحده بتروح عليك بتسكن مرماك ده، يعني لا ده مش معنى ان انا بركز قدام ان ورا يبقى فيه مشكله. صحيح. لا ده مهم جدا ان انا اركز قوي قوي، لان ممكن كره زي كده تتعبني. انا بدل ما بدور على هدف الفوز بقيت بدور على هدف التعادل، وممكن وانا بدور على هدف التعادل كمان يجي فيها جون كمان في المباراه. الضغوط بتعلى، الضغوط بتعلى، انت الضغوط بتعلى عليك. فده مهم جدا. يعني الحقيقه يمكن احنا دفاع المنطقه الدفاعيه من الاهلي في الفتره الاخيره تعالجت بشكل كبير جدا بعد تعاقد الاهلي مع بدر بانون وايمن اشرف معاه، يعني بقوا يعني دفاع حديدي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خلاص الظروف اجبرت ان ايمن اشرف يتحرك يروح ناحيه الشمال، ما عندكش حد طرف شمال، فبات انك انت بتستعين بيها سواسي من اللعبة القويه والمميزه واللي ليها يعني قدرات دفاعيه كويسه. يعني اتمنى ان ده يكون له علاج برضو، لان النادي الاهلي يعني محتاج يركز قوي في مباراه الاسماعيلي ما يخش فيه جوان، ومباراه فيتا برضو لازم ما يخش فيه أكيد جوان. اكيد اكيد. طيب بالنسبه طبعا لكواليس مباراه الاسماعيلي، وكان في بعض القرارات، او الاسماعيلي كان معترض على اقامه المباراه على برج العرب بعد ما كانت اقامتها على استاد اسكندريه، شفت ده ازاي؟ بص هو ده يعني خبر مكرر بنشوفه كل سنه في ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما. طبعا ماتش الاهلي دايما الاهلي بيختار ملعبه برج العرب وبيلعب عليه هناك، وفي قرار ان ماتشات الاهلي والاسماعيلي تتلعب خارج القاهره وخارج الاسماعيليه لظروف كلنا نعلمها يعني. لكن في اللحظات الاخيره اخر 24 ساعه فوجئنا ان الاسماعيلي بيتكلم على هل تتلعب في اسكندريه، هل تتلعب في برج العرب، هل تتلعب في استاد الماكس، كلها يعني كلام كتير جدا. الاسماعيلي كان عايز ياخدها في حته، والامن طبعا في النهايه انت بتلتزم بتعليمات امنيه يعني. صحيح. النادي الاهلي لا دخل له بهذه القضيه، يمكن حتى الكابتن سعد الحفيظ لما طلع وصرح وقال لك انا العب في اسكندريه في الماكس في برج العرب في اسماعيليه لو عايزين نروح نلعب احنا ما عندناش مشكله خالص بالنسبه لنا للاهلي. فالاهلي خارج الجزئيه دي ومش مركز فيها وملوش دعوه بيها يعني. وانس ما قالوا له الملعب هتلعب في برج العرب خلاص احنا في برج العرب، لكن هي المشكله عند النادي الاسماعيلي، وانا اعتقد ان العمليه مش محتاجه تبقى فيها مش ملعب على اي ملعب وخلاص يعني. القضيه هي خلي بالك ممكن تكون عمليه يعني محاوله لاداء المباراه مثلا على ملعب الماكس، انت عارف ملعب الماكس من الملاعب الضيقه شويه يعني. ممكن فدي تكون فرصته هو افضل بالنسبه له يعني. يعني بيبص على فرص على اساس المباراه وده حقه في النهايه، هو يختار الملعب اللي هو عايزه طبيعي. بس يعني حتى لو ملعب ماكس ده هيضايق النادي الاهلي وهو شايف ان ده هيحقق نتيجه كويسه وهو يلعب لمصلحته هو حر يلعب عليه. زي انا لو انا جايب اي فرقه من بره من افريقيا وعايز العبها في استاد السلام او في استاد القاهره حاجه ترجع لي. صحيح. حسب الملعب اللي هيساعدني، هو اللي بيفرض الامن الملعب يعني. اللي هو يساعدني احقق هدف، لكن في النهايه انت بتلتزم بتعليمات امنيه ولا يجب تخطيها او تغاضيها او غض الطرف عنها يعني، مهمه جدا يعني. فيعني النادي الاهلي خلاص ملتزم بيه، واعتقد ان الاسماعيلي خلاص رضخ لهذه الجزئيه انه هيتلعب في برج العرب يعني، وانتهت القصه. قبل ما نخش على الملف الافريقي برضو اخد راي حضرتك في مشوار جدول الدوري، والدوري بصفه عامه لغايه دلوقتي بعض الفرق لعبت حتى الجوله 15، النادي الاهلي يمكن لعب 10 مباريات، لكن اجماليا مستوى الدوري الممتاز السنه دي، وهربطه طبعا مع حضرتك لما نيجي كمان لملف المنتخب، ازاي كابتن حسام البدري حاطط عينيه على بعض اللعيبه اللي ظهروا بمستوى جيد؟ يعني انا شايف ان مستوى الدوري السنه دي من المواسم الجيده والمواسم القويه والمواسم الصعبه على كل الفرق الحقيقه يعني. أيوة. يعني الحقيقه كل الفرق يعني، شوف الاسماعيلي انت بتكلم عن الاسماعيلي واحد من القوى الكرويه الكبرى في ال 16 فعلا، في ال 16 وادي دجله من الفرق اللي بتقدم كره كويسه جدا ومميزه، لكن نتائجها مش مساعداها. هتلاقي فرقه البنك الاهلي بتصير بشكل كويس، المفاجاه فرقه سيراميكا اللي تصعد لاول مره للدوري الممتاز وعامله نتائج هايله ونتائج عظيمه وداخله ضمن الخامس تقريبا. طب نمسك يعني الانديه اللي يمكن تعثرت رغم تألقها للدوري السنه اللي فاتت، نمسك مثلا على سبيل المثال المقاولين العرب، بتتكلم على نادي لعب الكونفدراليه السنه اللي فاتت كان في بعض الاحيان كان متصدر الدوري ونهى بشكل اكتر من رائع مع الكابتن عماد النحاس المركز الرابع، ولعب كونفدراليه السنه دي بيمر بازمه شويه. تمام. المقاولين العرب نهى الموسم الماضي وهو الحصان الاسود في المسابقه، اشاد بالمقاولين، اشاد بالكابتن عماد النحاس، وقدر المقاولين يرجع من جديد بعد غياب طويل الى البطولات الافريقيه. لكن جه مع بدايه الموسم يا كابتن يعني، وهما في المقاولين يدركون ذلك، الاصابه عدد كبير جدا بكورونا من اللعيبه بتاع الفريق، ده اثر كتير جدا على النواحي الفنيه على الفريق وعلى التدريبات، واثر عليهم بالتحديد
في الكونفدراليه وفي ماتش النجم الساحلي تحديدا. يعني كان عدد كبير جدا افتقدوه في مباراه الذهاب وعدد كبير جدا افتقدوه في مباراه العوده. صحيح. بجانب حتى الظلم التحكيمي اللي تعرضوا ليه حتى في المباراه الاخيره بتاعه النجم الساحلي، كان يعني العدل ان هم يعني يتاهلوا لكن الحكم ظلمهم حتى في ركله جزاء وما قدروش طبعا. على ما حاول كابتن عماد النحاس يعالج اللي هم اللي بكورونا، هو نفسه اصيب بكورونا، بقت في مشاكل كبيره جدا موجوده. فحتى المهندس محمد عادل ده بيتكلم عن تغيير الجهاز الفني، قال ان احنا مش هنغير لان احنا عارفين الاسباب اللي ادت الى تراجع المقاولين العرب. فاسباب المقاولين واضحه اللي هي الاصابات موجوده، اصابات كورونا موجوده، كل الحاجات دي اثرت على الفريق بشكل كبير جدا. انا اعتقد ان المقاولين من الفرق اللي قادره على العوده، واعتقد ان اللي هيقدر يلم نفسه ويرجع بشكل كبير جدا خصوصا في الدور الثاني لما اموره تستقيم وتنضبط. هو دلوقتي المقاولين في المركز 13 كانت تقريبا في متزايل الدوري، لكن يمكن النتائج كمان الاخيره ساعدته انه بتتحسن. بتتحسن انه اي فريق بيكسب ماتشين حتى دلوقتي صحيح. بتلاقي الدنيا فرقت تماما بالنسبه له خالص يعني. ده صحيح. طيب نيجي على مستوى كمان فرقه زي فرقه الانتاج الحربي اللي كانت عندها استقرار فني بشكل كبير جدا مع الكابتن مختار خلال 4 سنين بيأدوا بشكل اكتر من رائع. مش هنقول كانوا بينافسوا على البطوله او مربع ذهبي، لكن دايما في المنطقه الدافئه وما كانش في اي تهديد. رؤيتك ايه برضو لفريق الانتاج الحربي السنه دي؟ فريق الانتاج الحربي من الفرق اللي فعلا كانت مستقره وكانت ماشيه بشكل جيد، ومعاهم مدرب مميز جدا كابتن مختار بيلعب كره مميزه، كره هجوميه، يمكن كانت حتى كره مزعجه للكبار، كان دايما بيعمل نتائج مميزه مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي مع نادي الزمالك مع نادي الاسماعيلي مع المصري مع بيراميدز، دايما كان بيعمله نتائج مميزه واقتربوا بعض الاوقات من 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 الاربعه خمسه المراكز اللي قدام يعني. لكن يبدو ان هم ما دعموش بصفقات كويسه في الموسم الجديد في الوقت اللي فرق كتيره جدا دعمت، فاللي ما دعمش دفع الثمن ده بشكل كبير جدا. ولاعيبه يعني مشيت مميزه ما يعني اعتقد عامر الحارس المميز بتاعهم كان موجود من الحراس وشديد ناوي الباك الشمال عدد كبير يعني مش من عندهم وما جابوش بدايل بشكل كبير لا سيما في ظل ارتفاع الاسعار. فطبعا حصل تراجع في النتائج وبالتالي بدا يحصل يعني كسر التغيير مدربين، كابتن مختار مشي لكابتن حماده صدقي، بعد كابتن حماده صدقي حاليا كابتن كشري. اعتقد ان ده كله ياثر على الفريق وياثر على استقراره وياثر على يعني الاداء الفني والاداء التكتيكي بتاع اللاعبين واستيعاب اللاعبين لافكار المدربين. انت لما تنقل لاعب في وقت قليل جدا 3-4 شهور لافكار 3 مدربين اعتقد ده يعمل له لخبطه طبعا لغايه ما يستقر اكيد. والمدرب ده كان بيعتمد على مجموعه وده بيعتمد على مجموعه وده لسه هيجرب مجموعه والمجموعه كمان في مجموعه مميزه مشيت يعني باسم مرسي كمان من يعتبر من المهاجمين المميزين مشي. فكل ده عوامل كان ليه تاثير عليه من الفرق اللي كان ليها بشكل كبير. يعني دلوقتي الانتاج وادي دجله اقرب الفرق في المنطقه الاخيره، الانتاج في ال17 ووادي دجله المركز الاخير يعني من اكثر الفرق اللي هم في المنطقه الاخيره وتكاد تكون فرصهم ان يعدلوا اوضاعهم او يلحقوا بالمنطقه الاماميه صعبه الا اذا حصل تغير كبير جدا في النتائج في المرحله المقبله يعني. طيب ده بالنسبه يمكن للفرق اللي كانت السنه اللي فاتت ماشيه بشكل كويس ويمكن في حاله سلبيه من دلوقتي موجوده. على العكس نشوف توقعاتك لبعض الفرق انها الفرق الايجابيه، يعني ايه الفرق اللي انت كنت فاكر انها هتعاني في الدوري ولكن اثبتت العكس لغايه دلوقتي؟ رقم 1 فريق المقص. المقص طبعا بقياده الكابتن ايهاب جلال. من يعني اولا الفريق بدا المسابقه بشكل غير مستقر لغايه قبل المسابقه فتره وجيزه ما كانش في مدير فني وكان في اتصالات مع مدربين لغايه ما توصلوا لاتفاق مع الكابتن ايهاب جلال. مشي عدد كبير جدا من اللاعيبه المميزين ابرزهم محمد ابراهيم طبعا في خمسه سته اللي هم ابرز مجموعه عندهم طبعا مشوا وما دعموش كمان بشكل قوي يعني الغالبيه وانا واحد منهم على الاقل كنا نتوقع ان اكتر فرقه هتعاني صحيح. ان هي فرقه المقص وكنت متوقع ان فرقه المقص تكون مكان فرقه الانتاج او فرقه وادي دجله، لكن هنا يظهر دور مدرب له بصمه وله قدرات واستطاع بامكانات قليله ان يعمل نتائج كبيره ويخش في مرحله في منطقه يعني لم يتوقعها في المركز أحد. الرابع حد يتخيل ان المقص في المركز الرابع؟ طبعا ما حصلتش. المقص في عز ما كان عندها صفقات وعز ما كان عندها لعيبه كبيره ما عملتش النتائج العظيمه صحيح. صحيح. الحقيقه هو مشي يعني كده زي ما تقول لي فضل يتسحب في المسابقه ويكتم مباراه ولا مباراه حقق نتائج هايله قدر يدخل الفرقه خلاص كده الفرقه المقص عدت تماما. ما اعتقدش ان هي ممكن تواجه خطوره السنه دي وبقى ليها شكل فني وبقى ليها رهبه برضه عند الناس خلاص انت فرقه بتكسب بالرغم من 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 ان عدد كبير جدا من اللعيبه المميزه تم سحبهم من جسد الفريق
الا ان الفريق قدر يعني يعوض ده بالاداء الجماعي، بالفكر التدريبي المميز، بالتكاتل، بالكفاح، بالحماس، بعناصر جديده دفع بيها الكابتن ايهاب جلال. الحقيقه تحيه للكابتن ايهاب، تحيه لفرقه المقاصه، فرقه مميزه، بقت فرقه يعني فرقه مزعجه فعلا في الدوري لاي فريق تواجهه يعني. طيب بالنسبه للثلاثي الصاعد للدوري الممتاز، شايف ان مفاجاه نتائجهم؟ احنا بنتكلم على غزل المحله، سيراميكا، البنك الاهلي. بص يا كابتن، يعني هي ما تعتبرش مفاجاه لان هم اشتروا فرقه كامله. يعني تقدر اشتروا فرقه كامله غزل المحله يعني لا بعد غزل المحله يعني تقدر تقول البنك الاهلي جاب فرقه من الدوري الممتاز ولعب بيها. سيراميكا جاب اللعيبه كلها الدوري الممتاز باستثناء لاعبين ثلاثه موجودين عنده طبعا مميزين جدا، اكتر من لاعب زي شريف داب وشادي حسين، كل دول مميزين اكتر من لاعب مميز التعبيهم، خد ابرز العناصر وضم عناصر كبيره جدا مميزه. يعني لما تلاقي بيضم محمد ابراهيم، ضم صالح جمعه، عنده دلوقتي حاليا احمد ياسر من اللعيبه المميزه اللي بتقدر تحسم بشكل كبير جدا وتساعده وحسمت له اكتر من مباراه. فهم التدعيمات الكبيره دي ما عملتش عنده رغم القلق يعني الحقيقه كمان يعني. لعيب مميز يعني كان ظهر بمستوى اكتر من رائع مع سيراميكا، كمان احمد ياسر ريان من يعني بالزبط. كمان احمد ياسر فدول يعني مش هنقول فرق صعدة لعبت مش بنفس الفرق يعني، ده حصل في البنك الاهلي وحصل في السيراميكا، مشيت مع سيراميكا بشكل كويس، البنك الاهلي تعثر بعد الشيء وحصل تغيير فني وبدا يستعيد لحد ما حقق انتصار وتعادل في مباراه. غزل المحله من الفرق برده الاقل لفرق عملت تدعيمات، وحتى الصفقات اللي جابتها من الدرجه الثانيه صحيح، وحتى التدعيمات اللي بتروح لها والفلوس اللي بياخدها اللعيبه يا كابتن فلوس متواضعه الى حد كبير، بس لغايه دلوقتي اعتقد ماشي كويس في المركز ال11 بالظبط. وقدر كابتن خالد عيد الحقيقه حقق نتائج كويسه، بدايه من فوزه في ماتش الزمالك، فوزه في ماتش الزمالك اللي كان على البال ولا خاطر يعني مهما حد كان يتوقع مستحيل كان يتوقع المحله تتعادل والمباراه كانت شبه خلصانه، فيعني ربنا كرمهم وخدوا ثلاث نقاط مهمه جدا. من بعدها قدروا يحققوا نتائج طيبه وعملوا قفزات مهمه جدا، يعني خدوا ثلاث ماتشات ورا فرقوا مع الفرقه كتير جدا. هنا تقدر تقول مدرب، الانضباط، الالتزام، الرغبه في اللعيبه بادائها بشكل قوي بشكل مميز، كل ده خلى الفرقه وكمان الاريحيه يعني في اللعب على ملعبهم. واحنا فاكرين ما كنا بنلعب ملعب غزل المحله كابتن اكيل ليه هيبه برضو ملعب غزل المحله ده كان بيروح الاهلي وزمالك كان صحيح. يعني الفرقه تقيله صعبه جدا، اللي بيرجع بنقطه من هناك كان بيقول لك انا رجعت من هناك. المحلات الملاعب الاقاليم كلها كانت من الملاعب الصعبه صحيح. جدا يعني. فطبعا والمحله من الفرق الشعبيه اللي لها تاريخ ولها اسم ولها قيمه كبيره جدا، ومن الفرق الكبيره جدا اللي طلعت نجوم كبيره جدا، يمكن من ابرزهم الموجود معانا غدا كابتن شوقي غريب، ليه بصماته كبيره سواء كان لاعب في الفرقه او لاعب على المستوى الدولي، شفناه تالق وبرز في 86 البطوله اللي خدناها هنا في القاهره، او بعد كده لما قاد المنتخب الاولمبي الحقيقه وعمل نتائج وعمل منتخب الشباب والمنتخب الاول. لا يعني المحله ليها بصمه كبيره جدا في الكره المصريه. نتمنى ان يتم تدعيم الفريق بشكل اكبر من الشركه اللي مسؤوله عن الفرقه، لان المحله فرقه بتهم قطاع كبير، بتهم مدينه المحله الحقيقه عندها برضو البلديه، لكن في النهايه يظل فريق غزل المحله فريق له شعبيته وله قيمته وله جمهوره الكبير اللي موجود صحيح. وعلى مستوى الاداره كمان، وده بيحصل قليل ويحصل مع ناديين على مستوى الصعود، دايما الفرق اللي بتصعد للدوري الممتاز بتغير الاداره الفنيه، لكن كابتن خالد عيد واستمراره ادى لاستقرار الفريق، عارف لعيبته بشكل كويس. كمان هيثم شعبان مدرب سيراميكا من المدربين المميزين فعلا اللي طلعوا مع الفرقه وكملوا، هما الاثنين دول فقط اللي طلعوا من القسم الثاني وكملوا الحقيقه. يعني كابتن خالد عيد له التقدير وعمل نتائج طيبه، وكابتن هيثم شعبان بيحط اسمه بين مدربين كبار في الدوري الحقيقه. يعني انت في النهايه الظروف ساعدته ودعمته وجبت له صفقات، لكن لو لم يكن مدرب جيد وقادر يسيطر وقادر يلعب وقادر يعمل خلطه كويسه وقادر يقدم بشكل جيد ما كانش فريقه في المنطقه دي حاليا يعني. طيب على مستوى الدوري دايما بنتكلم الدوري العام وكله بيبقى في خدمه المنتخب الاول، وكان في بعض التصريحات من الكابتن احمد ايوب ان الدوري الممتاز يمكن ابرز بعض العناصر، ويمكن هو قال بعض الاسماء يعني اتكلم بشكل كويس جدا مثلا على احمد سمير لاعب طلاع الجيش، لاعب مميز. اتكلم كمان على شادي راس الحربه بتاع شادي حسين اتكلم عليه بشكل أربع كويس أهداف. اتكلم كمان يعني على بعض اللعيبه تفتكر عن عمرو جمال خمس اهداف، عن اوباما سبع اهداف ما كانش موجود في الدوري، عن امام عاشور برضو من الاسماء اللي كانت موجوده ومطروحه. شايف الاسماء دي ممكن يكون ليها دور في المنتخب الفتره الجايه، او شايف ان ممكن كمان في اسم مش متشاف ممكن عامل شكل كويس في الدوري و يجب برضو ان هو يخش في المنظومه الدوليه؟ لا الحقيقه يعني المجموعه اللي اتكلم عنها دي ابرز مجموعه ودول اللي مركزين عليها. يمكن انا
اتكلمت مع كابتن حسام بدر اكتر من مره، ففكره بينطبق على التركيز على مجموعه اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره جدا، اللعيبه الدوليه، انت عارف اللاعب الدولي اللي عنده خبرات دوليه للاعب دولي كل ده بيكون ليه حسابات كبيره جدا، فمش هيضم لاعب جديد الا اذا كان اللاعب ده عنده قدرات هتضيف للمنتخب. الاسماء اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي هي فعلا الابرز اللي موجوده في الدوري لغايه دلوقتي، اعتقد كمان باضافه احمد ياسر ريان، يعني برضو من الاسماء اللي يمكن اشاد بيها يعني عم مسجل اهداف طبعا حاجه مميزه جدا. طبعا اصل بتكلم في اوباما 7 اهداف، بتكلم في احمد ياسر ريان، بتكلم في احمد سمير، اعتقد الناس دي ما تقدرش تتجاهلها. بتكلم في شادي حسين من اللعب المميزه جدا صحيح. جدا، ولعب يعني ده جايبها من مع سيراميكا من الدرجه الثالثه على فكره صحيح. ومكمل معاه في الدرجه الثانيه، ووصل حقيقه لاعب مميز جدا، وكان ليه فرص قبل كده ان ينضم للنادي الاهلي بس ما حصلوش نصيب الحقيقه يعني. عندك اوباما من اللعب المميزه جدا، لاعب يعني ليه بصمه ولعب فعال في اداء نادي الزمالك. امام عاشور في فتره عالي جدا، لكن بعدها الحقيقه في فترة الاخيره بدا مستواه يتراجع بعض الشيء، يعني حسابات كتيره جدا بتكون عند الجهاز الفني. ما فيش لاعب هيكون مفيد للمنتخب الا والجهاز اكيد يضمه يعني في تأكيد. فترات برضو مميزه مع النادي المصري عمر كمال عبد الواحد، اعتقد بيقدم مستويات جيده، عنده سرعات يعني كويسه، هداف مميز طبعا، من بيعمل مباريات كويسه حقيقة. ممكن يكون ليه دور، هو اسمه ما طرحش يعني، بس يعني اسمه مش مطروح مع الجهاز حقيقة، ما سمعتوش خالص، لكن هو بالفعل من اللعيبه المميزه واللعيبه المؤثره في فرقتها بدرجه كبيره جدا يعني. طيب هنروح بقى للمحور الاخر، خلاص الدوري وعرفنا، ومباراه نادي الاهلي والاسماعيلي وعرفنا ان شاء الله باذن الله النادي اللي يوفق فيها النادي الاهلي. نروح نرجع تاني الملف الافريقي والسيناريو اللي ممكن يمر بيه النادي الاهلي، وايه المطالب من الجهاز الفني واللعيبه عشان نكون موجودين في دور الثمانيه ان شاء الله. بص يا كابتن، اهم حاجه في المباراه اللي جايه انك انت دي مباراه هترفع شعار نكون او لا نكون، يعني مباراه بالنسبه لك مباراه فاصله، واللي حطك في الموقف ده نتيجه التعادل اللي حصل في القاهره. احنا اللي حطينا نفسنا في ما بقول لك لو كنت كسبت المباراه دي في القاهره كانت الامور بالنسبه لك تبقى عاديه جدا، تبقى الامور سهله جدا ايا كان يعني. فانت حصولك على نقطه واحده في القاهره طبعا الف باء دوري الابطال، وكلنا نعلم هذا، انك 9 بونت اللي على ملعبك دول لازم تاخدهم، ما فيهاش اي تهريج. اذا فقدت منهم اي نقاط هتعاني ولازم تعوضها من بره بنفس الشكل وبنفس الكيفيه. يعني مباراتنا مع فيتا كلوب الاثنين كان مفترض ناخد 4 بونت، خدت منهم نقطه، يبقى لازم تجيب ال3 بونت مفترض يعني ان شاء الله باذن الله وتوفيقه انك تجيب ال3 بونت، ولازم تلعب على ده. انا شايف ان التعادل يكفي الاهلي لتحقيق هدفه مستقبلا ان شاء الله، لكن ما تلعبش على التعادل بقدر ما انك لازم تلعب على الفوز. فاذا لم تحقق الفوز هترجع بالتعادل، وده ان حصل هيكون شيء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، هيبقى عايد لك بعد كده ماتش المريخ في السودان لابد انك تروح تكسبه، وماتش سيمبا المباراه الفاصله بالنسبه لك. انت لما هتخلص فيتا كلوب هيروح لسيمبا تنزانيا، الاثنين هيطحنوا في بعض، اي نتيجه هتكون في صالحك وهتخلي الفريق الثاني في موقف خطور. يعني كسب سيمبا اوكي، كسب ده اتعادله، اي نتيجه هتكون هتصب في مصلحتك انك انت تتاهل يعني. فمهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي تجنب الخساره باي طبعا. شكل من الاشكال، واعتقد ان دي مش يعني مع احترامنا وتقديرنا ليها كل التقدير لاي فريق، لكن فارق كبير جدا بينها وبين النادي الاهلي. ان الاهلي فريق كبير عملاق، بطل قاره، قدرات لعيبه، امكانيات، احنا شفنا امكانياتهم عاديه جدا. لا بس هتبقى مباراه صعبه بس محمد، انا اعتقد هتبقى مباراه صعبه كمان، عندك الملعب كمان، ارضيه الملعب يا كابتن، وبتلعب الظهر، وخلي بالك كمان والدهر. هم عندهم دوافع كمان يعني، احنا عندنا دوافع ولازم تكون دوافعنا اكبر من دوافعهم، احنا البطل يعني بنحافظ على اللقب وعايزين لقب جديد، لكن المباراه صعبه والفرص اللي جات لك في القاهره مش هتجي لك هناك مؤكد. فيعني المشوار صعب، لكن السيناريو الافضل للنادي الاهلي انك تفوز هناك وتفوز في 3 مباريات تطلع اول مجموعه، ده السيناريو الافضل. ده السيناريو الافضل. الكابوس بقى اللي ممكن لا قدر الله نخش فيه انك تتكعبل هناك. لا لا طبعا يعني دي لو حصل لا قدر الله تبقى انت يعني خلاص، ما تبقى الامور مش بايدك بقى خالص. هي دي هيبقى زال فرصتك قائمه على الورق، لكن الامور هتبقى فلتت من ايدك تماما. لكن ازاي انت تظل انت ممسك بخيوط اللعبه وتحركها انك انت ترجع بنتيجه ايجابيه من الكونغو، هذا الفريق اللي هيكون صعب على ملعبه في ملعب ارضيته ترتين، اعتقد انت مش متمرن عليها زي ما هو متمرن عليها بشكل كبير جدا، في اجواء حاره بشكل كبير جدا انت ما بتقدرش تلعب فيها زي ما حصل في سيمبا، واخد بالك؟ لكن في كل الاحوال هم مش هيقابلوك دفاعيا زي ما قابلوك في القاهره،
فده هيدي لك مساحات اكتر ويدي لك فرص اكتر انك انت تقدر تسجل ان شاء الله. في كل الاحوال يعني دايما كده لعبت الاهلي لما بتعمل حاجه كده بنروح احنا عملناها وهنصلحها. اتوقع ان هم باذن الله يصححون الاخطاء التي ظهرت في مباراه ان شاء الله باذن الله. ومن خلال مباراه فيتا كلوب والسيناريو الغريب اللي حصل، ويمكن كلنا قلنا سيناريو غريب، تفوق الاهلي في كل حاجه الا احراز الاهداف وبعدين يخش في الجول، لكن بعد ما احرزت هدفين وخلاص كلنا اعتقد اطمنا ان المباراه خلاص في 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 صالح النادي الاهلي، فوجئنا بضربه جزاء غريبه جدا 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 من حكم كمان كبير جدا جدا. الحكم رضوان جيد من حكام النخبه في القاره الافريقيه، حكم مغربي متميز، حكم صاحب ضمير يقظ، دايما بنشوفه عنده شجاعه الحقيقه عاليه جدا وعنده عداله عاليه جدا وعنده تركيز شديد جدا يعني، لكن في النهايه جل من لا يسهو يعني، في النهايه في خطا جل من لا يسهو ديت بتبقى انا معنا. بص يا كابتن اصل بص يعني يعني مثلا الحكم في النهايه بشر يعني، وارد انه يخطا يعني، اللعيبه بتخطا، في لاعب بيبقى جون فاضي وما يسجلش، المدرب بيخطا في تغييرات، انا حطيت الحكم اخطا، لكن الحكم اخطا بنتيجه وبقرار اثر على نتيجه المباراه ووضع الاهلي في مازق. صحيح، انا يعني لا, لا 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 خلاف على ده يعني، ده كلام ما فيهوش فصال يعني، لكن في النهايه انا مش ده في وارد انك انت تتعرض لخطا وده بيحصل في اي حاجه يعني، في النهايه يعني احنا مش هنعلل مش نهاية، لكن في النهايه هذا الاهلي تعرض لظلم حتى ولو لم يكن خطا غير متعمد، وانا عمر الكابتن رضوان ما يتعمد ان يظلم اي فريق، لكن في النهايه وقع الظلم، وده فعلا نتيجه لعدم وجود تقنيه الفار في دوري الابطال. حضرتك في ديت، لكن اكيد يعني احنا بنتكلم على حكم المفروض من حكام النخبه اكيد بشكل او بالاشكال. كمان سمعنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ان يعني حتى بعد المباراه كابتن سيد عبد الحفيظ راح له فبيقول له احتمال يكون اكون غلطت، وبالتالي ده هياخدنا الملف الفار. هل الحكام حتى حكام النخبه اتعودوا ان خلاص الموضوع بقى موضوع الفار بالنسبه لهم بيسهل المواضيع، وبالتالي ما عملش المجهود المطلوب انه ياخد البوزيشن الصح عشان يوصل للقرار السليم في الوقت السليم؟ هل موضوع الفار ده حتى مأثر على شخصية طبعاً الحكم؟ طبعا مؤثر على شخصية الحكم طبعا. اعتقد ان لو كان الفار موجود معاه كان هيسهل له الامور كبيرة جدا، يمكن هو ممكن يكون حكم بيلعب على فار في مسابقات ويلعب بدون فار في مسابقات تانية، اعتقد ان ده ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا بين الاثنين يعني. لو كان الفار موجود مؤكد ان كان هيرجع له ويلجا له، او كانوا في الفار هيقولوا له ان الكره يعني ما فيهاش ركله جزاء وخارج المنطقه، كل ده كنا هنحله. ده حتى في كره كمان اللي الكره اتسددت والمدافع طلعها من جوه الجون كلمه فيها شك، انا ما اقدرش اجزم ان هي كانت جون ولا لا، لو بقى فار ممكن، لكن انا محتاج ان التقنيه الفيديو تثبت لي وتؤكد لي ان الكره دي مش جون، لكن انا عندي شك كبير جدا ان الكره كانت متجاوزه خط المرمى، ادي كره فيها شك انها هدف وادي ركله جزاء، فانت تعرضت لظلم واضح وبين اثر عليك، لكن مين اللي هيحاسب على الفاتوره غير النادي الاهلي في النهايه يعني. صحيح، واللي عجبني كمان يعني احنا بنتكلم على التحكيم وملف التحكيم والفار، والطبيعي جدا في البطولات الكبيره ان يكون الموجود الفار، حتى يعني لو شفنا على مستوى الدوري الاوروبي على مستوى الشامبيونز ليج يعني الفار موجود، وامكانيات الاتحاد الافريقي قادر انه يكون الفار موجود في كل المباريات. انا الحقيقه مش قادر استوعب النقطه دي، الاتحاد الافريقي بكل قدراته وكل امكانياته مش قادر يطبق دي في دور المجموعات، انت ما طبقتوش حتى في دور ال 64 ولا 82 ولا 32، خلاص طبقه في دور المجموعات، لان خلاص ده مهم، ممكن فرقه تخسر ماتش ياثر عليها ما خلاهاش تتاهل، فانت بتحطها في مازق يعني. ومين ده؟ الاهلي اللي هو البطل اللي هو عظيم القاره يعني، في النهايه ممكن يطلع من البطوله لا قدر الله بسبب حاجه زي كده يعني. يعني لو كان كسب الثلاثه بونت دول كانت الامور بالنسبه له خلاص بقت سهله جدا، والقصه بقت ما فيهاش اي مشكله، ورايح الكون وانا مستريح ما عنديش ازمه خالص في اي حاجه، فانت عم بتعمل لي مأزق، فليه ما تطبقش؟ طبعا في كلام على ان هم هيطبقوه في بدايه من الدور ربع النهائي، وطبعا دور الثمانيه اكيد هيطبق، لكن انا بتكلم اللي هو ليه مش من الاول. وكمان برجع واعيد، ويمكن الكلام ده قلته وبعيد فيه، انك انت لازم تعظم البطوله بتاعتك، لازم تعظم البطوله الافريقيه. تعظم البطوله الافريقيه ازاي؟ عن طريق حاجات كتير جدا خارج حتى المستطيل الاخضر، عن طريق التسويق، عن طريق الاخراج، عن طريق ان طبعًا الفار يكون موجود في كل المباريات، عن طريق الصوره، عن طريق الملاعب، تتاكد ان كل ملاعبك تكون مميزه عليك. طبعا مهم طبعًا جدا ان الملعب والصوره تطلع من الملعب بشكل قوي وشكل مميز يعني، كل دي حاجات مهمه. بص هو الاتحاد الافريقي كان فيه نوع من الدربكه في الفتره الاخيره بعد تجميد احمد لمده 5 سنين، ويمكن النهارده الحكم اتخفف
الى سنتين. هو كده كده في كل الاحوال بره الاتحاد الافريقي. في اداره جديده للاتحاد الافريقي، باتريس موتسيبي الجنوب افريقي خلاص تقريبا هو رئيس الكاف، وستعلن رسميا خلال الايام القليله القادمه بعد ما تنازل خلاص رسميا يعني منافسي احمد ولديحة الموريتاني وسونج السنغالي خلاص بقى بره. طب شفت يعني انا كنت جاي لك الملف الاتحاد الافريقي، شفت ازاي انتخابات الاتحاد الكاف من اسبوعين ثلاثه وبعض الجلسات التربيطيه على مستوى الانتخابات في وجود كمان انفنتيلو الرئيس للاتحاد الدولي، شفت العمليه دي ازاي؟ ده جزء. والجزء الاخر ما ينتظره يعني الاتحادات على مستوى افريقيا وما ينتظره من برنامج انتخابي كان متسبي واعد بيه، وعلى فكره كان واعد كمان بوجود الفار في كل مسابقات المسابقات الافريقيه بشكل كامل. يعني الحقيقة كابتن يعني حكيتنا انا شفتها دي يا ريتني ما شفتها. ليه بس؟ لان اللي شفناه في الاتحاد الافريقي السنه دي في الانتخابات احنا ما شفناهوش قبل كده الحقيقه، يعني ما حصلش خلاص. يعني انت عمرك شفت اللي بتيجي بالتزكيه بالشكل ده واللي بتحصل مش بالشكل ده؟ بس على فكره حصلت ايام عيسى حياته كان في بعض التربيطات من خلال ان هم لازم، بس دي تربيطات بتدخل من انفنتينو رئيس الفيفا صحيح، ولاول مره الفيفا يدخل يعني يزج بانفه في الاتحاد الافريقي في كره القدم الافريقيه بشكل كبير جدا. يمكن كان انفنتينو متبني احمد ولد يحيى الموريتاني بشكل كبير، وفجاه الدنيا كلها اتغيرت. اتغيرت ليه؟ اتغيرت. اتغيرت ليه؟ اتغيرت. طبيعي. طب التغيير دوت يعني خلينا ناخد الـ 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 الجلسات اللي حصلت قبل الانتخابات الرسميه، من ان هو الراجل حتى انفنتيني بيقول لك انا مش عايز اخسر اي كادر. يعني عندهم وجهه نظر ان لما اخش بثلاث مرشحين قوي جدا وكل الاصوات تتقسم هيبقى في اثنين خسرانين ويبقى واحد بس كسبان، فقال لك لا، طب ما انا يعني كل اللي ترشحوا على مستوى عالي جدا من وجهه نظر انفنتينو، فعمل الجلسه دي على اساس يكون في رئيس ويكون اثنين نواب من المرشحين للرئاسه، وبالتالي قال لك انا بستفيد بكل الكوادر. هو دلوقتي عامل نفسه شيخ العرب بتاع كرة القدم في العالم. ما هو شيخ طبعا الكرة في العالم كله بصراحة. لكن المال لعب دور كبير جدا في الموضوع. المال. وحط تحت المال 100 خط يعني. الملياردير الجنوب افريقي. متسبي. طبعا المال لعب دور كبير جدا في الموضوع. مش عشان المال فيه لا قدر الله، احنا ما بنتكلمش على رشوة. لا لا طبعا. بنتكلم يعني على ان ممكن جدا متسبي من خلال امواله يقدر يدعم يعني بشكل كبير، يعني يقدر يطور من الكره الافريقيه. وخلي بالك تطوير الكره الافريقيه ده ملف مهم جدا في الاتحاد الدولي، وانفنتينو نفسه يعني كان من خلال تصريحاته انه مهتم جدا بالقاره الافريقيه. طبيعي علشان عدد الاصوات في الانتخابات كبيره، لكن برنامج انفنتينو في خلال حتى ترشيحه قال لك انا اهتم بالكره الافريقيه، وبالتالي وجود رئيس زي موتسيبي رئيس نادي سان داونز باموال كتيره جدا ممكن يضخ او يعمل نقله نوعيه في عشان يضخ اموال على مستوى 52 دوله. لا ما بتكلمش ان هو هيصرف عليهم، لكن يعني لكن الامور مش هيبقى على سبيل المثال مش هيكون في فساد مالي مثلا يعني. لا مؤكد ما فيش فساد مالي لان هو مش محتاج فلوس يعني. لكن انا لاول مره اشوف تدخل الفيفا بهذا الشكل الواضح والقوي جدا في انتخابات الاتحاد الافريقي او في الكره الافريقيه. طبعا هم منذ ازمه احمد والاتحاد الافريقي شبه اللي هو بيدير الكاف يعني. فهنا في امور مختلفه. عموما احنا كلنا نتمناه. تنتظر منه يا استاذ؟ لا انتظر منه انه اكيد هيعمل. قول لي نفسي دلوقتي عندنا رئيس اتحاد افريقي عايز يبقى في تطوير الكره الافريقيه، يعمل 1 2 3 واكيد بما يخص مصر يعني. تمام. انا انتظر منه انه يطور في كره القدم على مستوى المدربين، يرفع من كفاءة المدرب الأفريقي على مستوى القارة بشكل كبير جدا من خلال الدورات التدريبية عالمية على أعلى مستوى، شهادات تدريبية معتمدة في كل دول العالم بشكل كبير جدا. إن المدرب الأفريقي لما ياخد شهادة يبقى معترف بيها، يقدر يروح يدرب حتى لو يدرب بيها في أوروبا، يدرب بيها في آسيا، يدرب بيها في أمريكا، يبقى معتمد إن ده مدرب تم تأهيله. يطور الكوادر المدربين يعني. ده تم تأهيله، ده رقم واحد. يهتم بالكوادر الإدارية وينمي الكوادر الاداريه، مهم جدا لان ده جانب مهم جدا في كره القدم. على فكره يهتم بقطاعات الناشئين على مستوى القاره الافريقيه والمواهب الافريقيه بشكل كبير جدا من خلال مسابقات ناشئين على مستوى الدول وبطولات قويه ومنظمه. يهتم باهم ملف في الكره الافريقيه واخطر ملف في الكره الافريقيه هو ملف التحكيم. هذا الملف يعني يذبح او على بحيره من الفساد للتحكيم الافريقي حقيقه، لانه كلنا نعلم هذا ولا يجب ان ندفن رؤوسنا في التراب كالنعام. لابد ان نعترف ان التحكيم الافريقي ضعيف وقاصر
وغير جيد. هنتكلم على مستوى كتير جدا والمستوى والمستوى يعني. كتير جدا متواضع ودايما بتكون في حاجات غير لائقه. يعني احنا بنشوف نفسي تحكيم في افريقيا هنا زي التحكيم في اوروبا، ان انا بلعب بره ملعبي بلعب جوه ملعبي باخد حقي، انا مش غير غير حقي. صحيح. لكن اللي بيحصل ان اي فرقه في افريقيا بنسبه كبيره جدا بتتظلم بره ملعبها، وان دايما بيكون في مجاملات للضيوف بشكل كبير جدا، وده بيؤثر على وشفنا ده وشفنا كوارث تحكيميه. فملف التحكيم اتمنى ان المنتسب ده يخليه رقم واحد بالنسبه له اصلاح ملف التحكيم الافريقي، ده مهم جدا 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 ولابد ان يعمله. اصلاح الملاعب الافريقيه، الملاعب اللي احنا بنشوف فرق بزروع ملاعب كارثيه، الفريق اللي ما عندوش ملعب مش هيشارك في دوري الابطال ولا يشارك في الكونفدراليه، ده رقم واحد. ويكون عندك ملعب لائق وملعب يطابق كل المواصفات. ده اللي بتكلم عليه استاذ محمد، انه ممكن من خلال الاموال، مش هقول امواله هو، لكن من خلال تقسيم طبعا ميزانيه الاتحاد الافريقي لا باس بها، ميزانيه قويه جدا، فممكن جدا على المحاور اللي حضرتك بتتكلم عليها وخاصة البنية الأساسية لبعض الملاعب في أفريقيا دي تتعامل بشكل كبير جدا. كويس. حاجة تانية يا كابتن، ان هو زي انت ما قلت من لحظات، يعني تعظيم بطولتك. بالظبط. عظم بطولتي ازاي؟ مرفع قيمتها المالية. يعني انا بتكلم في 2.5 مليون دولار ولا 3 ولا 5، انا ما بيكفوش مكافئات للفرق اللي بتاخد البطولة يعني، والمصاريف اللي والنفقات اللي بتنفقها ما بيكفوش قيمة لاعب انت بتجيبه. انت حين بتجيب لاعب ب 2 و3 و4 مليون دولار اللي هي قيمة جائزة البطولة، المفروض دي تبقى عالية جدا بشكل كبير جدا، بشكل يغطي اللعيبه اللي عندي ويغطي مكافئاتها ويمنحني قدره ويزود المنافسه ويخلي الفرق اللي تتنافس بشكل كبير جدا، وكل الفرق اللي مشاركه تاخد يبقى ليها مداخيل ماليه كبيره جدا، سواء من عوائد البث او من الاعلانات او من كل المداخيل او الرعايه اللي موجوده للكاف. اعتقد ده لابد ان يكون في الحسبان، يعني ازاي البطوله دي ما تكونش المكافاه بتاعتها مش اقل من 15-20 مليون دولار، يعني ده رقم، اعتقد الرقم ده قليل في هذا الزمن اللي احنا موجودين فيه. لكن لما اتكلمنا على 2.5 مليون دولار مكافاه بطوله، هو الفرقه مثلا لما يفوز بيها النادي الاهلي وانا بروح اشتري لاعب ب 2 و3 و4 مليون دولار، طبعا قليل، طبعا لازم المكافاه دي تزيد. وهو على فكره خلال يعني برضو برنامج الانتخابي قال ان هزود القيمه الماليه للجوائز حتى على مستوى الكونفدراليه والسوبر الافريقي، ده مهم جدا ان يتم رفع المكافآت دي، مطلوب رفع مكافآت بطولات الكاف كلها علشان تزيد من قوتها وتزيد من قيمتها وتزيد من تعظيم وتعظم منها، ده مهم جدا بالنسبه لنا. مهم كمان على مستوى الكوادر، ويمكن هو برضو انا قريت يعني البرنامج الانتخابي كان بيتكلم كمان لازم نستفيد مستوى القارة الأفريقية، لازم نستفيد من نجوم العالم اللي لعبوا، من نجوم أفريقيا اللي لعبوا على مستويات كبيرة جدا على مستوى العالم. نتكلم على هنعد اسماء كبيره جدا، يعني ابرز عندك سامويل ايتو، عندك دروجبا، وعندك كتير عشرات كتير. وعندك نجوم تاريخيين واساطير، كابتن الخطيب وكباتن في كل الدول موجودين، كل دي لازم كلهم دور موجودين. بالظبط. ازاي بقى يعني. ازاي العناصر والكوادر ديت واللعيبه اللي يمكن عاشت سنوات طويله جدا في اوروبا وعارفه وشربت ازاي عالم الاحتراف الحقيقي، ان ده لازم كمان على مستوى الاتحاد الافريقي نستفاد بيهم على النواحي الكوادر الاداريه، الكوادر الفنيه. انت بتتكلم على كادر فني ممكن جدا في تدريب المدربين، ممكن يخش ممكن في اصلاح الكره الافريقيه على المستوى الفني من خلال اكاديميات تتنظم، فكل دوت يعني افكار كتيره جدا الحقيقه لو اشتغل عليها ممكن يعمل نهضه غير مسبوقه للكره الافريقيه، وخلينا نرفع له القبعه تقديرا واحتراما. لكن طبعا انا شايف كل اللي حصل ده في النهايه هيصب في مصلحه مرشحنا في الاتحاد الافريقي او المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي كابتن مهندس هاني ابو ريده. اعتقد ان عدم وجود احمد ولد يحيى اعتقد ده فتح المجال ان هيبقى فيه اثنين، الكابتن ابو ريده ولقجع، اعتقد ان فرصتهم هتكون كبيره جدا في الوصول للمكتب التنفيذي. وده مهم ان يكونوا موجودين، طبعا مهم ان يكون حد لينا بشكل كبير جدا، وده مكتب كبير جدا لمصر ومكتب كبير جدا للكره الافريقيه. هاي طيب قبل ما ننهي مع حضرتك الفقره المميزه، كلمه تقولها للاعيبه النادي الاهلي، في زي ما بقول ودايما بقول ودايما انت حضرتك عارف ان جماهير النادي الاهلي بتظهر ولاعيبه النادي الاهلي بتظهر في المواقف الصعبه، واحنا في موقف صعب. رسالتك اولا للاعيبه النادي الاهلي، ورساله للجماهير ازاي الجماهير تبقى كالعاده الداعم والسند لفرقتنا في المرحله اللي جايه. رساله للاعيبه النادي الاهلي، حطوا في دماغكم ان الملايين في كل مكان منتظرينكم، ان الملايين في كل مكان يعني انتوا الفرحه بالنسبه لهم، انتوا البهجه بالنسبه لهم، انتوا القيمه الكبيره بالنسبه لهم. الحقيقه يا كابتن يعني انا بشوف ناس كتير جدا النادي الاهلي بالنسبه لها ده هو الحياه. طبعا
فالاهلي لما بيكسب ما تتخيلش كميه الفرحه اللي بتبقى عند الناس قد ايه، ولا قدر الله لما تحصل نتيجه سلبيه الحزن بيبقى عند الناس قد ايه وبيأثر على حياتهم المزاجيه. فعندكم المباراه اللي جايه مباراه يعني العبوا هذه المباراه للجماهير، العبوها قبل ما تلعبوها لانفسكم وقبل ما تلعبوها لاي حاجه تاني، العبوها لجمهور النادي الاهلي، فرحوا جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي اللي اتكتمت فضحته في المباراه الاخيره دي فرحوه بيها، وان شاء الله تسعدوه وتقدموا نتيجه كويسه. نلعب برجوله، نلعب بحماس، محدش يتدخل اي جهد. احنا عارفين ان الارضيه هتكون صعبه في ماتش فيتا، صعبه الجو هيكون صعب، لكن عليكم ان تتحملوا وتعوضوا جمهوركم عما حدث في القاهره. رساله بقى للجماهير نفسها، على الجماهير ان تصبر على لعيبه النادي الاهلي وتدعم لعيبه النادي الاهلي، ودايما معروف جمهور النادي الاهلي بيرفع شعار على الحلوه والمره معاه. صحيح. وانا ودايما الجمهور الفرقه بتبقى محتاجه او محتاجاه لما يكون في موقف صعب، هو لما يكون منتصر والامور عنده مزهزهه على الاخر والدنيا تمام وزي الفل الدنيا ماشيه، لكن لما انا اكون بتكعبل واكون بتعرقل وفي معوقات قدامي انت تدعمني وتقف في ظهري وتشجعني وتقف ورايا بقوه، اعتقد ان دوركم كبير جدا. تستندوا اللعيبه تقفوا وراها، صوتكم واصل ليهم من خلال بص يا كابتن السوشيال ميديا دلوقتي بقت عامله زي المدرجات، زي الجمهور اللي قاعد في المدرجات، صوتكم بيوصل للناس طبعا. فدعموا الفرقه بكل قوه وقفوا وراها بكل قوه، وان شاء الله باذن الله يتحقق الهدف المنشور. كل التوفيق لفرقتنا، وانا يعني عندي ثقه كامله في جماهير النادي الاهلي، هي الداعم وهي رقم واحد في هذه المنظومه، وان شاء الله كل الدعم لجهازنا الفني ولاعبتنا، وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي اولا في مباراه الاسماعيلي والمباراه الاهم والاصعب مباراه بيتكرب. استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن سعيد بالتواجد، شرفتنا ونورتنا، وعلى لقاء اخر ربنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. بعد الفاصل ان شاء الله نستقبل النجم الكبير ماهر همام. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين في البيت الكبير مع واحد من أبرز نجوم الدفاع على مر تاريخ النادي الأهلي، مش بس كمان في مصر بل في أفريقيا، واحد من نجومنا السابقين البارزين اللي قدروا يحققوا إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي ويحصدوا إنجازات كتير خلال يعني مشواره، وهو أيضا مدرب يعني قدير حاليا وخبير كروي، أكيد بيتمتع يعني بآراء يعني مختلفة عن مستوى الفني، نجم الاهلي اللي برحب بيه قوي قوي. اهلا بيك يا سام. اهلا بيك. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. نورنا كابتن دايما بوجودك. نورنا يا كابتن دايما. اهلا بيك. ازيك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. بس ربنا يكرم يا رب ان شاء الله باذن الله. كل شيء حلو بقى ان شاء الله المره دي ان شاء الله باذن الله. انا متاكد وواثق في لعبتنا في المواقف الصعبه، واكيد حضرتك عارف الكلام ده من زمان. حاجه اللي المباراه المهمه كمان على المستوى المحلي كابتن، وقبل ما اعرف رايك في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي جايه، عايزك كمان تحكي لي عامه مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي من تاريخ طويل، ايه اللي ليه مخليها بهذه الجماهيريه وهذه الشعبيه مر العصور؟ يعني بنتكلم في الستينات والسبعينات يعني لغايه الالفيه، دايما مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ليها طابع خاص. هو قبل ما نبدا نتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي، عايزين نرجع بالزمن كده شويه هاني. يعني في مواقف بتحصل للبطل خصوصا لما بعد قمه، يعني طول عمر البطل والنادي الاهلي بالذات بيمر بيه الظروف دي حاليا، لما بتوصل على القمه اذا كان في دوري او في كاس او في افريقيا اوريدي بيبقى الكيرف بينزل بيك. فاحنا النهارده بنعيش الاجواء دي مع 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 التيم ده او مع الجيل ده. طيب. فلما الكيرف ينزل شويه هاني، انت طبعا استاذنا ومدرب كبير في علم التدريب، بيقول لك تشتغل اضعف، يعني تشتغل عشان ترجع تاني، تشتغل مجهود مضاعف. بالظبط، مجهود مضاعف. وفي حاله تانية كمان لو انت في اخفاق او انت يعني بعيد عن القمه والدنيا واقعه بيك، برضك تبقى انت محتاج شغل عشان تقدر ترتقي وتوصل للمكانه الطبيعيه اللي انت فيها. عايز اقول لك بالظروف اللي حصلت لاولادنا في الفتره ديت، انا هرجع بالزمن كده شويه لسنه 80، مجموعتنا احنا جيل السبعينات، كنا اخفقنا من نادي الزمالك في هزيمه في الدور الاولاني 2-0، واخد بالك، والدنيا بقى يعني قفلت والناس افتكرت ان خلاص النادي الاهلي يعني ودع الدوري. عايز اقول لك ان احنا رجعنا يعني بعد المباراه، رجعنا كابتن حسن حمدي كان مدير كوره، واخد بالك، وجمعنا في اوضه اللبس وقال لنا احنا خسرنا وبعدنا عن نادي الزمالك ب 8 بونت وقتها، انتوا عايزين ايه او بتفكروا في ايه؟ فاحنا كلنا قلنا عايزين الدوري. طبيعي. الدوري يا كابتن. قال طب الدوري ده
نحط لائحة كده ليه عشان نجيبه في الظروف الصعبة دي نجيبه ازاي. فكانت اللائحة اللي وضعها كابتن حسن حمدي بداية اليوم الكامل. كانت أول مرة بقى نعرف حاجة اسمها اليوم الكامل اللي هو الساعة 7 الصبح لحد 7 بالليل يعني. اللي هيجي 7:05 يبقى راجل مش معانا يعني, راجل هيبقى يعني سوري مش هنقدر نعتمد عليه. يبقى كمان المواعيد الالتزام يعني الالتزام. تحت بند الالتزام. تمام. النقطة الثانية المباراة اللي جاية كؤوس. مش هينفع التعادل وال طبعا. وانك انت تتعطل تاني تخسر تاني المركز التاني بالظبط. البند الثالث انك انت تروح البيت تحافظ على نفسك بشكل كبير جدا, وده المكان الوحيد اللي تقدر يعني يأمنك وتنام بدري عشان تقدر تجينا يعني تاني يوم بالسلامه يعني. النمره 4 خلاص بقى احنا متعودين كل الناس بتخش ايدينها في ايدين بعض, لجنه الكوره او جهاز الفني مع اللاعبين خلاص روح النادي الاهلي وروح الفنيه الحمراء تظهر بقى تظهر. سبحان الله تاني يوم كابتن هاني كل الناس جت في المواعيد, محدش اتاخر بالظبط, وبدانا اليوم الكامل ده. يعني انت عارف عايز تجري عجله الزمن, انت عايز المباراه اللي هي اللي بعد الهزيمه دي يجي لك تاني يوم صحيح عشان تقدر تتعوض. وسبحان الله يعني كسبنا كل المباريات ما عدا اخر مباراه المحله, واخد بالك اتعادلنا فيها 0-0 وخدنا بطوله الدوري العام بفارق 10 نقاط على النادي الزمالك ما شاء الله. الموقف ده بقى مر عليا وانا مدرب مع النادي الاهلي 95. انا كنت مدرب عام للنادي الاهلي الفريق الاول 95 2000 معانا مستر هولمان كان المدرب الالماني, كان اول سنه بالنسبه له معانا, واحنا في بدايه الدور الاولاني تعادلنا مع المقاولين العرب في المقاولين العرب. فبقى فارق بينه وبين نادي الزمالك 13 نقطه. الخبرات بقى هنا هاني بقى, فكان معايا كابتن بطل الله يرحمه واكرامي, احنا عشنا الاجواء دي فروحنا رايحين زي ما عمل راجعين بالزمن بالظبط. رجعنا بالزمن تاني, رحنا اجتمعنا بلعيبه وكابتن ثابت يوميها قال نفس الكلام, يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ لعيبه قالت حسام وابراهيم بقى وفيليكس وشوبير ونجوم وهادي ووليد, قالوا عايزين الدوري. فثابت قال لهم الدوري يجي نمرة واحد بكرة اليوم الكامل. نمرة نفس كلمة المهندس حسن. بالظبط. نفس كلام الكابتن حسن حمدي. تواصل الأجيال. مدير كورة لمدير كورة, لعيبة للعيبة. فالنهاردة عايز أقول للعيبتنا إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي الموجودين حاليا, وأنتوا أفضل لعيبة موجودين في القارة السمراء. و مباراة طلائع الجيش ومباراة فيتا كلاب هم أدوا عليهم بصراحة يعني, وكانت مباراتين على أعلى مستوى بالنسبة لتيم النادي الأهلي. لكن التوفيق وعدم التوفيق هاني طبعا أنت عارف ما كناش موفقين في حتة الأهداف اللي ضاعت كتيرة. فيتا كلاب الأهلي ظهر بشكل كويس جدا, بس للأسف يمكن ضيع فرص كتير. وعايز همسك الجزئية ديت ما بين جونيور أجايل اللي تألق وولتر بواليا, بس خلينا نتكلم عن المباراة من مباريات القمة. احنا قلنا يمكن في الانترو دي من المباريات اللي بتحسم دوريات ياما يعني, بس النهاردة الاسماعيلي في المركز الستاشر, بس يبقى الاسماعيلي قطب من اقطاب الكرة المصرية وبيمتلك النهاردة امكانيات, والنهاردة بيدعم صفوفه. يمكن في الشهر فات ندعم اكتر من لاعب, عندهم حسين السيد, محمد حسن بالظبط, ويوفيتش كمان يوفيتش من البوسنه. فالنهارده واللعب كمان امام الاخري الاهلي كمان مختلف, يعني اللعب بيختلف امام نادي زي نادي الاهلي. قول لي المواجهه ديت ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ هو طبعا النادي الاسماعيلي النادي اللي احنا كلنا بنحبه يعني, البرازيل الكره المصريه, واحنا العلاقه اللي بيننا وبين النادي الاسماعيلي الحمد لله علاقه جميله جدا من ناحيه الاداره من ناحيه اللعيبه. النادي الاسماعيلي طبعا بظروفه الاداريه الظروف الإدارية اللي بتحط الصح بتأثر بشكل كبير جدا على الجانب الفني. ظروف إدارية يعني الظروف الإدارية تغيير المدربين بالظبط اللي مروا بيها مع تغيير المدربين أثرت بشكل كبير جدا على أداء نادي الإسماعيلي. حتى كمان استقطابهم للعيبة يعني, هم يمكن جابوا مروان الصحراوي من تونس اللي هو قلب الدفاع, ونجيب فخر الدين بن يوسف اللي هو لعيب المهاجم التونسي, لكن برضك ما جابوش لعيبه على اعلى مستوى تقدر تساند نادي الاسماعيلي في خلال المرحله اللي بيمر بيها, المرحله الصعبه.
لكن هما بقى لهم مبارتين ثلاثة يعني تحس بنادي الإسماعيلي فعلا حتى قدام نادي الزمالك قدموا مباراة على المستوى الفني، قدموا مباراة أكتر من رائعة، كانت من أفضل مبارياتهم. وزي ما حضرتك بتتكلم دايما مباراة نادي الإسماعيلي والأهلي ليها طابع خاص. بالظبط. إيه بقى اللي المفروض يتعامل في هذه المباراة يا كابتن؟ يعني إيه اللي يعني حضرتك كده وأنت بتتفرج إن شاء الله يوم الأربعاء قبل الماتش تقول والله أنا نفسي أشوف النادي الأهلي في 1-2-3؟ بص هاني، أولا طبعا إحنا لازم المباراة دي بالنسبة لنا عودة المباراة المؤجلة، يعني احنا دلوقتي في ملف الدوري صحيح. فيهمنا رقم واحد ان احنا نشتغل عليها ثلاث نقاط عشان نبدأ نقرب من للمكانة بتاعتنا بتاعت الصدارة صحيح. الرقم اثنين انا عايز نفس الاداء اللي كان موجود عليه في طلائع الجيش وفيتا كلاب بنفس الروح وبنفس الاداء اللي احنا اديناه في المباراتين دول، خصوصا في التلت الهجومي. يعني سيبك من ضياع الفرص الكتيرة اللي جات لنا، لكن في الاخر انت بتسدد، يعني انت افضل ان انا يجي لي فرص واضيع وبعدين اسدد، ولا ما يجيليش فرص وافضل. هو الطبيعي كابتن انك تخلق فرص، ده المهم بالزبط. انك تخلق فرص، لكن كمان الاهم من الفرص اللي تخلقها ديت تهدف منها، دي جزئيه كمان الاهم طبعا يعني. فالنقطه الثانيه انا عايز نفس الروح والاداء اللي احنا نهينا بيه مباراه طلع الجيش وفيتا كلاب. والحاجه الثالثه ان احنا محتاجين دم جديد بقى، يعني التدوير اللي بيتكلم عليه مستر موسوماني، يعني احنا محتاجين عناصر تخش وتبدا تعمل دوافع جديده للفرقه بروح جديده. زي مين؟ زي كنت لسه عمرك السؤال زي مين؟ يعني زي شريف، يعني محمد شريف. زي شريف. واصبر عليه بقى. يعني انت هاني في الحته اللي قدام النادي بالذات محتاج راس حربه، وشريف كان بدا في البدايه يعني بشكل كبير جدا ولفت لفت الانظار. فانا هدي شريف من البدايه واصبر عليه بقى مباراه واثنين وثلاثه. وعايز اقول لك حاجه، لما ربنا يكرمني وبقدر احط ايدي على المكسب، من عندي من الوقت ان انا اقدر ادور الناس اللي على الدكه. يعني النهارده انا اطمنت ان شريف الحمد لله لعب مثلا شوط ونص، والحمد لله والنتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، جايبين هدفين مثلا او جايبين ثلاث اهداف. المانع اللي قد وايلا مثلا الربع ساعه الاخيره، ومش هينزل تحت ضغوط كبيره. بالزبط. يعني دايما هساعده. يبقى في مكسب طبعا والفرقه ماشيه، حتى طبعًا. لو هو قاعد على الدكه هينزل الضغوط تبقى اقل عليه شويه. بالظبط. يعني دي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا هندور لعبتنا فيها في حاله طمانينه في حاله المكسب، في نفس الوقت كلهم بياخدوا ثقه. لكن طبعا انت مدرب كبير وعارف لازم يبقى في ثبات في التشكيل، مهم جدا. احنا اللي محيرانا الحته القدامانيه دي، لكن عندنا ثبات في حراس المرمى وخط الظهر ونص الملعب صحيح. يعني وانا اتمنى ان يانج يبقى موجود بردك من البدايه. وبعدين الحته القدامانيه دي عايزين نثبت فيها الناس. يعني لو انت بدات مثلا بطاهر ناحيه اليمين، اجاي ناحيه الشمال، قفشه، وبعدين شريف، نثبت بقى نثبت الناس ديت عشان نقدر كمان يتاقلموا على بعض بشكل كبير. خصوصا الحته القدامانيه دي يا هاني بتبقى اصعب من الخطين اللي تحتيها. الخط اللي تحت نص الملعب بيقطع عشان يسلم، مدافعين بيشتت في وقت التشتيت، بيبدا الهجمه. لكن الحته اللي قدامنا دي فيها كل الشغل. جونيور ممكن يلعب الدور ده مكان بواليا ويستفيد بقى من تألقه. احنا قلنا جونيور تألق جدا، وبواليا يعني لا يعني مش بيتراجع ولا حاجه، لكن مع اهداره للفرص في البعض اللي شايف ان جونيور ممكن يعتمد عليه في مكان راس الحربة. بتتفق ولا بتختلف مع هذا الرأي؟ هو بس احنا سامع عشان بقى عندنا عدد، يعني احنا بقى عندنا صلاح محسن وعندنا مروان محسن. انا بتكلم عن جونيور اللي يعني اللي خفت شوية نجمه وبعدين تألق بشكل لافت جدا جدا، وممكن النهاردة يكون او العين عليه، هي كده اوريدي العين عليه اصلا، فممكن يكون الاعتماد عليه بشكل اكبر في مباراة الاسماعيلي، ويكون بروفا زي ما كان كابتن هاني بيتكلم في الاول يعني خالص ليه مباراة فيتا كلاب. يعني مش اعتقد مش مركز راس حربة، يعني زي ما الكابتن بيقول، يعني عندنا محمد شريف ومروان وعندنا بواليا، يمكن كمان تألق أجايي بيبقى على مستوى تحت الفروز. يعني هو ده بيقوم بدور اكتر من رائع، وكلنا سعداء بادائه، لانه بصراحه ما كنتش متوقع بعد الغياب ده كله نرجع بقى بيرجع بهذا الاسلوب. طبعا هو بيأديها، يعني احنا لما كنا بنحتاجه كان بيأديها، زي وليد بقى ربنا يشفيه كمان كان بيأدي الموضوع اللي هو المهاجم الوهمي الشادو سترايكر. يعني لكن مع الوقت
لا محتاجين راس حرب راس حرب. طب كابتن عايز اسالك طبعا انت سيرد باك عالم يعني وحضرتك كنت مثل اعلى ليا بصراحه والله العظيم. فنيجي لعمليه ان النادي الاهلي عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى اهدار الفرص بسهوله, اهدار فرص كبيره جدا ان شاء الله تتعالج ودي باذن الله تكون نقطه ايجابيه. لكن عندنا كمان سلبيه ان بدا يخش فينا اهداف وخاصه في الشوط الاولاني. رؤيتك لدفاع النادي الاهلي والاسباب اللي بتادي ان احنا بيخش فينا يمكن خلال الفتره بتاعت موسيماني 8 اهداف في الشوط الاولاني ومش دي النادي الاهلي مش متعود على دي يعني. بالظبط يعني دي نقطه مهمه جدا يعني زي نقطه يعني احنا بنضيع فرص كثيره جدا في الحته القدمانيه دي. اكيد مستر موسيماني يعني من ضمن الملاحظات الفنيه يعني كمدير فني حتى الاعداد التحليل الاداء يعني الناس برضك بيقدروا يخرجوا لنا حاجات جميله يعني صحيح. فالحاجات دي طبعا بتوصل لمستر موسيماني بيشتغل عليها. بس انا عايز اقول حاجه هاني, هو كل 3 ايام بتبقى برضك فيها شيء من الصعوبه يعني كل 3 ايام صح. انت عايز الاول حتى على الصبوره هتحط الموقف بالنسبه للمهاجمين الموقف الهجومي اللي احنا بنضيع فيه الفرص. النقطه الثانيه من خلال التلفزيون, النقطه الثالثه من خلال الملعب لما ينزل لازم هيبقى فيها بالظبط هيبقى فيها تطبيق هيبقى فيها حركه. انا قصدي يعني هيبقى فيها مجهود يعني صحيح. يعني حاجات من المشي الاول وبعدين من الحركه خفيف وبعدين بعد كده ايجابي سرعات بسرعات المباراه بالظبط. فدي برضك المدربين بيخافوا ان تبقى حمل على اللعيب يعني عايز اقول لك حاجه هاني, انا بالنسبه لي كنت الاستشفاء بالنسبه لي بعد المباراه بثلاث ايام يعني يعني بعد ما بخلص المباراه اليوم الخفيف واليوم المتوسط اليوم اللي فوق المتوسط كنت بترجع حيويتي في اليوم الثالث. ده مظبوط بشكل تدريجي ده خلي بالك ده صح لان مزبوط. هو عامه الكابتن لما انت بتلعب مباراه بيبقى اليوم الثاني طبيعي جدا انا بتكلم حتى على مستوى ما كنا ما كنت بلعب في المانيا مفيش راحه ثاني يوم بيبقى يوم استشفاء بالظبط اليوم اللي بعد اليوم الاستشفاء بيبقى راحه وتبدا اليوم الثالث هو ده اللي بيبقى طبيعي رجعت ثاني الله يكون في عونهم يعني انت اليوم الثالث هيلعب مباراه اليوم الثالث بيخش بقى فبرضك احنا عايزين نبقى يعني نراعي ظروف الاولاد دول نراعي ظروف الضغط اللي هم موجودين عليه فده هيقلل من حته المهاره هيقلل من حته التكتيك هيقلل من حته العمل النفسي يعني بمعنى اصح واخد بالك فبيبقى طبعا لود واقع عليهم. لكن النقطة اللي هنتكلم عليها النقطة الخطيرة اللي هي بتاعت خط الظهر المدافعين في حاجة هاني أنا زمان كنت بعملها ما كنتش بقى أنا ما كنتش مدرب ولا بفهم في التدريب التدريبات التخصصية التخصصية والحاجات اللي فيها رد الفعل للمدافع يعني المهاجم ليه رد الفعل اللي هو المتابعة تضرب في العرضة بتخبط في واحد ويروح هو زي ما محمد شريف عنده المتابعة بالظبط عنده المتابعة الجميلة ويقدر يجيب جول. المدافع نفس الكلام هو يعني بيحصل إيه لان هو مش موجود عنده المدافع حته رد الفعل المدافع رد فعل المدافع ان المهاجم عايز يجيب المدافع عايز يشتت عايز ينظف صحيح. فالجول اللي هو حصل فينا هو راجل بعد ما فات من ايمن اشرف وشات رد الفعل هنا ايمن وقف لان هي مش موجوده عند ايمن ومش موجوده عند معظم مدافعينا اللي موجودين في مصر رد فعل الرياكشن السريع انه بيرجع بالظبط بيبقى لها تدريبات يعني لازم ومن الصغر يعني بتبقى التدريبات من الصغر اعلم حضرتك يعني تدريبات عشان يعرف ويستوعب ان في حاجه اسمها رد فعل للمدافع يعني طول المدافع في اوقات بيحصل نوع من السرحان نوع من عدم اليقظه نوع من عدم الرقابه نوع من عدم التركيز تقلق بقى في الحته دي محتاجه التدريبات التخصصيه طبعًا. دي على مستوى الدفاع اكتر ولا على المستوى الهجومي الاثنين الاثنين حضرتك كنت تحت لواء بتقول لي محتاجينه في الفتره دي قوي جداً كمان جداً بزيادة. جدا يعني ولازم يوصلها لهم مستر موسيماني ولازم يعرف اللعيبه ان في حاجه اسمها رد فعل المدافع ان انا واقف في الحيطه وبعدين الكره بتتلعب تخبط في العارضه الحيطه واقفه لا ده انا لازم اسيب الحيطه وابدا اامن عشان اشتت لان في خطر وقع عليا ودي برضك من ضمن الحاجات هاني ان برضك من الاعداد اللي هو تحليل الاداء الحاجات دي بتبقى بالارقام وبالتوقيت واخد بالك فالنهارده بقت في مشكله عليا يعني انا مره من مرات في الاستوديو التحليلي كان المويل العرب يعني بيخفق في اخر ربع ساعه بالحاجات اللي بالشكل ده فانا يعني خرجت مني كلمه الكابتن حسن شحاته يعني حتى هو ما زعلش فقلت مطلوب من الكابتن حسن شحاته ان الحته الفنيه دي يأيدها عنده في الاجنده بتاعته ويشتغل عليها اخر ربع ساعه مطلوب من المدير الفني انه يقف
هو بقى اللي يوجه الناس عشان يتلاشى الخطورة اللي جاي عليه. حتى أنا يعني كلمته فقال لي لا أنا مزعلتش أنا قالوا لي. وفعلا مار أنا اشتغلت عليها يعني المباراة الرابعة في آخر ربع ساعة كان حسن وقف وقعد يوجه وينظم المدافعين بحسب نصيحتك لي يعني طبعا مشكورا كابتني ومثل الأعلى كابتن حسن شحاتة يعني من المدربين العظام. فسبحان الله آخر ربع ساعة المقاولين العرب ما جاش فيه وكسب المباراة. فضل الكابتن حسن شحاتة 3-4 مباريات بهذا الشكل. إيه المانع أن أنا عندي الأحصائية دي ومستر موسيماني ما شاء الله واقف طول 90 دقيقة في المباراة، إيه المانع في آخر ربع ساعة أو في أول ربع ساعة الأولى اللي حصل زي ما انت قلت بيجي فينا 8 تجوان في الدقيقه 30 لنهايه الشوط الاولاني دي نتيجه. يبقى انا عندي المعلومه دي بالظبط الدقيقه 30 هقف وهبدا اظبط الناس. انت عارف يعني احنا لعبنا واحنا كنا زيهم بيجي اوقات احنا بنسرح صحيح وبننسى وبعدين طمأنينة النتيجه بتطمنك فبتضطر انك انت ايه يحصل نوع من ريلاكس شويه بالظبط بالظبط. فالنهارده بقى المدير الفني لما يبدا باليقظه دي ويبدا يوضب الجوانب الدفاعيه عشان كمان الدوافع بتاع فيتا كلاب النهارده عايزه تعوض فبيضطر ان هو يبدا يبدلك بهجمات مرتده بهجمه بعدد من اللاعبين. النقطه الثانيه كمان هاني في صور بتبان يعني تقارب الخطوط الثلاثه في نص ملعبك وانت بتدافع صعب جدا حد يخترقك. لكن في صور احنا شفناها في المباراه دي لسه اتنين بتوع نص الملعب بتوعنا جايين عمليه الارتداد من الحاله الهجوميه للدفاعيه بالظبط الارتداد كانت باينه قوي يعني الارتداد بسرعه عشان كمان انا ابقى كره قدامي. طول ما الكره قدامي مفيش اي خطوره هتحصل لكن لما تبقى كره ورايا هنا اللي بيبان الثغره بيبان الخطوره. فانت النهارده في ارتدادك السريع يبقى اول خط دفاعي الناس اللي قدام وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. في الاجوال اللي بتيجي فينا بنحس ان في خلل من نص الملعب مش موجود يا هاني. يعني بمناسبه الاجوان اللي بتيجي فينا في مباراه فيتا كلاب عايز استفيد من خبرات حضرتك وتقول لي رايك في الدفاع خاصه بعد المباراه دي والهدف اللي دخل في مرمانا في مباراه فيتا كلاب. التمركز الخاطئ للعيبه كلمني عن اللقطه دي. يعني التمركز في الجول الاولاني انه راجل عدى من ايمن اشرف. احنا عارفين ان الخط الاربعه اللي ورا لو كره بتبقى عند راجل الجناح بيبقى الباك هو اللي بيروح له وبعدين السرد باك بيرحل وبعدين السرد باك الثاني بيرحل وبعدين الباك بيرحل ولعيب نص ملعب من الموجودين يبقى برضك مرحل. فهنا بيبقى في تامين من نص الملعب تامين من خط الظهر. فرقم واحد ما كانش تامين من نص الملعب ما كانش في حد بيامن ناحيه ايمن اشرف. النقطه الثانيه الراجل لما عدى من ايمن اشرف لازم ياسر كان يروح له يعني ياسر في الترحيل يروح وبعدين بدر وبعدين يجي بقى الباك اللي هو محمد هاني. ده التحرك هي طلعت سريعه جدا لانه اكيد في اخطاء وزي ما حضرتك بتقول الاخطاء دي لازم نتعلم منها وده الاهم ان في اخطاء وارد جدا نتعلم منها. وحضرتك بتتكلم وحضرتك طبعا يعني اكتر واحد يفهم في جزئيه السرد باك. انا في اعتقادي طبعا في خطا شويه من ايمن انه يدخله لجوه شويه لكن النقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان الرياكشن بتاع رد الفعل بتاع ايمن وبتاع ياسر كان لازم يرجع للشناوي. يمكن الشناوي قال طب انا طلعت وكان يعني كانت صعبه شويه لكنها على الارض كان الريبوند او عمليه المتابعه كانت متاخره شويه من المدافعين. احنا كل ده بنقوله علشان يعني اكيد الجهاز الفني عارف دوت واللعيبه المهم جدا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول وهنروح منه على مباراه فيتا كلاب هناك ان المساحات اللي كانت النادي الاهلي كان بيهاجم بشراسه لكن المباراه دي محتاجه ان احنا بنهاجم احنا عايزين نكسب لكن عمليه التحول من الحاله الهجوميه للدفاعيه لازم تكون اسرع بالظبط ولازم يكون في كمان حرص من نص الملعب بالذات ان واحنا بنهاجم لازم يكون في كبر عندهم سرعات كويسه قوي فلازم نامن الجزئيه بشكل يعني اقول لك حاجه هاني انا وانا بلعب وبشتت بطلع على اللون يعني تملي بحط نفسي واخد بالك انت في مكان دفاعي في الوقفه مظبوط 100% وكنت تملي محمود معايا او مصطفى معايا واخد بالك كنت اقول يعني مثلا راس حربه راكن ما ينفعش الراجل ده كرة هتجيله اسرع مننا هيجيله واخد بالك انا رايح له هقع
هيلما يخش واخد بالك رقص محمود ويروح. فكنت اقول لمحمود تملي يا محمود نطلع اللون. بمعنى ايه نطلع اللون؟ يعني مفيش حد يتساب لوحده مساحه كده. وانت عارف بقى طبعا في مبادئ الدفاع انت لو ما لمستهوش يبقى انت مش ماسكه على بعد دراعك يعني. مظبوط. وخد بالك في نفس الوقت كمان نفسيا حتى كمان الراجل اللي فاضي ده لما يلاقي فيه حرس في ظهره هيبقى قلقان. يعني هيقول لك انا فبعض المدربين وهي بتهاجم عينها على الحته اللي ورا دي. مظبوط. يعني بعض المدربين بيبقى عينه على الحته اللي ورا دي وهو بيهاجم فبيلحق من ملاحظاته يقول لك هاني قرب بسرعه. راجل هناك ده فاضي. واخد بالك ماهر روح وراه. الحاجات دي هاني مهمه جدا وانت بتهاجم انك انت مأمن خط ظهرك. لكن موضوع السرحان صعب جدا زي ما انت تفضلت وقلت هم عندهم سرعات. واكيد بقى طبعا احنا هتهاجم هتخش نص ملعبه واخد بالك فهيبقى عندك خط ظهرك في مساحه. فمبادئ الدفاع تقول لك لا وانا داخل نص ملعبه اي حد راكن من المهاجمين بتوعهم لازم يبقى في حرس في ظهره بشكل كبير. صحيح. متوقع ماتش الاهلي والاسماعيلي كام يا كابتن؟ يعني انا زي ما قلت في اول كلامي لو احنا بدانا ان شاء الله يعني انا عايز يعني بتمنى ان لعبتنا يكونوا تورثوا مننا الربع ساعه الاولى يعني جيل السبعينات جيل الثمانينات التسعينات لحد ما وصلنا 2000. سهام انت الدوافع عندي في اول ربع ساعه معروفه صعبه جدا يقول لك النادي الاهلي لو ما جابش في الربع ساعه الاولى لا يبقى الجيم نقدر لكن ربع ساعه بالظبط ربع ساعه الثلث ساعه الاولى دي انت الفاعل بقى انت اللي بتحطي استراتيجيتك انت بالظبط يعني انت بتفرض شخصيتك واسلوبك بالظبط بالظبط كده. فاتمنى يعني اتمنى في مباراه الاسماعيلي طبعا الاسماعيلي نادي كبير واحنا بنحترمه بشكل مميز لكن احنا محتاجين الثلاث نقاط والاداء اللي احنا اديناه في المباراتين اذا كان طلع الجيش او فيتا كلوب اداء على مستوى عالي جدا. نتمنى ان شاء الله مباراه الاسماعيلي نحس ان احنا فعلا من البدايه ان احنا عايزين نجيب جول. وبعدين يعني النقطه الثانيه بقى اللي انت بتتكلم عليها هاني ان احنا لازم فعلا نكون نستفاد بقى من الفرص. يعني قاعد وانا بحلل المباراه عايز اقول لك 15 فرصه في الشوط الاولاني في فيتا كلوب وطلع الجيش نفس الكلام وبعد الشوط الثاني نفس الكلام. صحيح. طيب احنا بعد الفاصل هنقول بقى يعني اجابات حضراتكم نفكر حضراتكم ثاني بسؤال حلقتنا اللي جه في بدايه الحلقه توقعك لنتيجه يوم الاربعاء ماتش الاهلي والاسماعيلي مباراه القمه قمه من نوع خاص وحسابات اخرى. بعد الفاصل نشوف اجابات حضراتكم عامله ازاي. سؤال برنامج البيت الكبير اللي طرحناه مع بداية الحلقة النهاردة ايه هو توقعك او توقعك لنتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي يوم الاربعاء القادم؟ احنا قبل ما نستعرض يعني الحقيقة الاجابات عايزة اشكر حضراتكم بجد على يعني التواصل والتفاعل اللي مش بس بيجيلنا على السؤال اليومي دلوقتي لكن بشكل عام كل الملفات اللي يمكن بنطرحها وكل الحمد لله يعني حتى على مستوى حتى نسب المشاهدة لا يعني انا عايزة اشكركم جدا 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 ولاننا فعلا ده يعني بيحسسنا فعلا اننا قاعدين في مكاننا يعني ده بنتكلم بصوتكم نفضل ندعم فرقتنا ونادينا باصوات حضراتكم انتوا. نرجع تاني بقى ونعرف الاجابات من بعض الاجابات ناخد من الفيسبوك. حمدي اسعد قال 2-1 ازيك يا كابتن هاني للاهلي باذن الله تتوقعت كده اول الحلقه ان شاء الله باذن الله. استاذ اسلام بيقول فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله. محمود سيد قال مساء الخير عليكم اتوقع ان الاهلي يفوز 2-0 ان شاء الله. استاذ محمود ابو ناصر 3-0 للاهلي. لتويتر احمد السعيد بيقول ان شاء الله 3 للاهلي يعني قال 3 بس ما قالش 3 كام يعني 3 الاهلي المهم ان شاء الله نكسب. ندى ناصر بتقول 2-1 للاهلي ان شاء الله. سمير برضو على تويتر بيقول 3-0 للنادي الاهلي. كمان في انستجرام طبعا دي المواقع الرسميه للقناه لقناه نادي الاهلي استاذ حسنين محمد 2-0 للاهلي ان شاء الله. استاذ اسامه النجار فوز الاهلي 3-2. استاذ رضا سامي بيقول 2 للاهلي. 2 للاهلي يعني الحمد لله كل التوقعات ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. كابتن ماهر مش هقول لك بقى توقعاتك بالنتيجه مهم ان النادي الاهلي يكسب بايا كانت النتيجه
ده مهم جدا على المستوى المعنوي قبل مباراة بيتا كلوب. اولا انا عايز احيي جمهور النادي الاهلي المثقف الواعي، يعني عنده وعي بشكل كبير جدا وثقه كبيره جدا في لعبته، وهي ديت اللي مدينا الدوافع ومدينا الطمانينه. يعني جمهور النادي الاهلي يعني حاسس باللعيبه، وانا عايز اقول له من خلال برنامجك يعني سامحونا، لكن احنا طبعا طول عمرنا عايزين نفرحكم، طول عمرنا عايزين يعني نزود البطولات بالنسبه لنا، لكن في وقت بيبقى جاي محتاجين مسانده جمهور النادي الاهلي، لان اللعيبه يعني فعلا بتعمل اللي عليها. وانا قلت صعبه جدا يا جماعه، واحنا جربنا وهاني جرب كل 3 ايام دي مباراه يعني في منتهى الصعوبه اللي بتمر على اللعيبه دي. لكن اللعيبه طبعا انا عندي احساس كبير جدا بيهم بالدوافع اللي هي موجوده عندهم، روح الفانيلا، وكل اللعيبه لعيبه النادي الاهلي محترمين ومؤدبين، وفي نفس الوقت يعني عندهم شخصيه وعندهم قناعه ان هم موجودين في احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في العالم العربي. وانا بقول الدروب ده ما بيزيدش عن مباراه هادي او مباراتين، يعني الحمد لله 400 يعني احنا مباراه سيمبا لكن رجعنا على الطلائع كسبنا الحمد لله، وبعدين بيتا كلوب عملنا مباراه جميله جدا. انا شايف مباراه الاسماعيلي اللي جايه دي ان شاء الله هتبقى مباراه من ضمن المباريات زي ما قلت نتعامل معاها زي المباراتين السابقتين ان شاء الله باذن الله 400 هنقدر نعوض الفرص اللي بيجي لنا دي كلها ونسجلها اهداف. وطبعا جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه وعنده وعي يعني قايلين 2-0 3-1 ما قلتلناش توقعك برضو بالارقام. انا بتوقع ان شاء الله باذن الله معاهم يعني في الارقام الجميله ديت يعني بتوقع ان شاء الله هيبقى 2-0 بالنسبه للنادي الاهلي. 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي مهم. اتفضلي سامي يا رب. هتقولي حاجه؟ لا انت كنت عايز تقول. لا كنت هخش في تفاصيل شويه، تفاصيل فنيه شويه مع الكابتن ماهر بالنسبه للتشكيله، يعني التشكيله المثلى لحضرتك اللي شايف ان ممكن ان شاء الله باذن الله تكون عامل ايجابي في مباراه الاسماعيلي وكمان نستفيد بيها طبعا في مباراه بيتا كلوب. هو يعني ان شاء الله باذن الله انا شايف الشناوي برضك لحراسه المرمى، محمد هاني وبدر وياسر وايمن هيبقى في ناحيه بدر وياسر لان برضك احنا محمود عندنا مشكله محمود وحيد اتعور واخد بالك. انا عايز اقول في ولد في منتخب الناشئين هاني احمد اشرف مواليد 2001 حاجه جميله. ده باك شمال ولا سنتر باك شمال؟ باك شمال يعني حاجه جميله جدا. انا بطلب من خالد بيبو طبعا والخواجه اللي موجود قطاع الناشئين انهم يرشحوه لان خامه هاني حاجه جميله اللي شفته اتفرجت عليه بشكل كبير يعني عندنا فرصه ان يطلع مع كمان وموجود معلول بالظبط يستفاد منه بشكل كبير. يعني ده جسمه كويس قوي وبعدين امكانياته المهريه والفنيه وطوله يعني لفت نظرك الكابتن حاجه جميله. وموجود مع الكابتن ربيع كمان يعني منتخب منتخب الشباب 2001 بالظبط من اللعيبه المميزه. يعني كنت اتمنى يبقى موجود في وسط المجموعه والنخبه الجميله دي نستفاد منه بشكل كبير يعني واد واعد الفتره اللي جايه. طب حضرتك قلت هاني بدر وياسر، ليه ما قلتش ايمن؟ ما احنا عشان بس يمكن ظروف الاجهاد ما عندناش باك شمال يعني هو كمان ايمن جوكر يعني بيقدر يلعب في الحتتين يعني بصراحه كتر خيره يعني علي مؤثر مش كده على المستوى الدفاعي والهجومي كمان مش كده. علي وليد يعني انا بعتبر دول زي مستر موسوماني كده في الملعب مدرب ولاعب يعني محتاجين الخبرات دي بصراحه بشكل كبير جدا. علي معلول يعني نضج احترافي بشكل كبير يعني بيفرق معانا وبيدي ثقه وروح وعنده روح ولا تحس فعلا ابن النادي الاهلي يعني. ووليد بقى طبعا كمان كقائد في نص الملعب بيقدر يعني 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 يلم اللعيبه ويتكلم اللعيبه ومؤثر بشكل كبير. بيبقى وليد لما بينزل بيعمل لنا فارق بشكل كبير. نص ملعب هيبقى يانج وسلية او فتحي يعني فتحي موقوف عنده انذار الثالث يبقى سلية يانج وسلية الثلاثه اللي قدام تحت راس الحربه طاهر واجايه وقفشه وشريف يعني شريف ده راي حضرتك من البدايه يعني اتمنى كده ونصبر بقى عليهم بقى يعني تثبت نثبت وان شاء الله المباراه بعد كده فيتا كلوب نعتمد نفس التشكيل
وبعدين زي ما قلنا كده في اول كلامنا، لو ان شاء الله ربنا كرمنا باهداف كويسه وفي ربع ساعه الساعه، ايه المانع ان انا اقدر ادور الناس؟ ودايما بيعمل كده موسيماني يعني، زق مروان، زق حتى محمد شريف بالزبط. يعني هو دايما تغييراته هجوميه بشكل مباشر، حتى لو يعني احنا كسبانين اعتقد ده جزء مهم جدا ان يدي حتى اللعيبه اللي بره بشكل مميز. وحريح كمان، حريح لان انا كمان رايح لموقعه اشد، فانا محتاج ان انا لما اضمن المكسب ان شاء الله وباداء جيد، ايه المانع ان انا رايح على اساس ان هناك ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا واحنا ثقه كبيره جدا في اولادنا ان احنا مع فيتا كلاب. بس الاول ان شاء الله ننهي الدوله بتاعت الاسماعيلي وناخد ثقه حتى نطمن اللعيبه، تطمن جمهورها هي. ان شاء الله باذن الله الاهلي موجود، الاهلي عنده 3 لقاءات بعد كده في المجموعه بتسع نقاط احساسي كده ان شاء الله باذن الله يا رب قادرين باذن الله نوصل للمرحله دي. ينفع نسال حضرتك السؤال بتاع توقعك لمباراه الاهلي وفيتا، فيتا كلاب والاهلي؟ يعني هتبقى مباراه صعبه، انا عايز اقول ان نتائجها مش متوقعه. يعني لو احنا بالحاله اللي احنا يعني لعبنا بيها المباراه، انا عندي ان شاء الله احساس ان احنا هنكسب فيتا في على ارضه في الكونغو ان شاء الله. يعني بنفس الروح بنفس الاداء للعيبه، طبعا الفرص اللي ضاعت نتمنى ان حتى يعني نصها او ربعها يجي بس نصها ونجيب جونين منهم فرصة يعني فرصتين هناك. حضرتك يا كابتن يعني لعبت على ارض ترتينا قبل كده؟ قول لنا بقى المشكله يعني، ودي مشكله بالرغم ان يعني الجنريشن اتغير بالنسبه للارضيه، لكن دائما الارض الترتام تبقى عامل سلبي بالنسبه للعيب. حضرتك اشرح لنا برضو ده عشان الناس تفهم يعني صعبه في ايه الجزئيه اللي بيبقى صعب فيها التعامل معاها. الترتان هاني كمان صعوبته في نشفيته، يعني بيسمع في انكل رجلك، بيسمع في الركب، يعني كل اللعيبه اللي بتلعب على ملعب ترتان عندها شكاوي من انكل رجل كيدس، انكل رجلك، ركبتك. الحاجه الثانيه ان بيخلي كره بتجري بسرعه، يعني السيطره عليها محتاجه طبعا مهاره في حته السيطره بشكل كبير. لما بتعمل لونج باص بيروح بسرعه، يعني تقدر من 18 ل 18 تقدر تعمل لك سور باص بشكل كبير. احنا لعبتنا النادي الاهلي مش متعودين عليه، فهنضطر نشوف ملعب قريب مننا ترتان نشتغل عليه. ودي كانت نطه الكره بتختلف يا كابتن، النطه نفسها بتاعت الكره طبت الكره بالظبط بتفرق بشكل كبير. انا كنت فاكر لعبنا مره في ملعب الجزائر، الصيف الجزائري كان الملعب نجيل، ودلوقتي نجيل يمكن الصناعي مختلف شويه زي ما حضرتك بتقول، دلوقتي بيحط طبقات بيبقى اطرى شويه، لكن سرعه الكوره بتختلف، الباص نفسه قوه الباص بتختلف. يعني انا لما اعمل سرو باص على النجيله ممكن وارد ان الكوره تبقى بطيئه شويه، لكن عايزه دقه شويه بالزبط. في التمرير، وخاصه النادي الاهلي بيلعب على الاستحواذ، فدقه التمرير مهمه جدا، انك تلعب في الرجل ما تلعبش في مساحات، الريبوند بتاع الكوره مختلف، حتى بتاخد من مجهود اللعيبه على المستوى البدني طبعا. والتاكلين كمان الزحلقه كمان طبعًا. يعني بتخوف، انت ملك التاكلين يعني الزحلقه دي بتخوف اللعيب انه ان جلد مثلا في رجليه، لكن زي ما انت قلت يعني هو بقى في تصنيف 1 و2 و3 بالنسبه للترتان، افتكر ان هم يكونوا يعني جددوا المكان ده بشكل كبير. محتاج انه الاهلي يتدرب كذا مره على نجيله صناعي قبل ما يسافر بالظبط، ولا ده يكون برضو اجهاد عليهم يعني؟ لا اتمنى يعني التمرين تمشي هيفرقوا يعني. احنا كان عندنا في اهلي مدينه نصر افتكر كان في اكاديميه الاهلي كان في ملعب ترتاك مظبوط، اتمنى يكون موجود بعض الاكاديميات فيها كمان، مش يعني قلبوه من ضمن الحاجات اللي هم بيوضبوا من خلالها. مهم قوي ناخد تمرينتين قبل ما اسافر، هتفرق معاه. وهناك اكيد طبعا احنا مش عارفين الملاعب الفرعيه، لان هو هيبقى تمرينه واحده بس اللي قبل المباراه اللي هي على الملعب، هل عندهم ملاعب فرعيه ترتان يقدروا برضك يستفادوا من التدريبات فيه بشكل كبير؟ نتمنى هذا يعني. مع الرطوبه بقى ومع الحراره احنا اكيد خدنا دروس مستفاده من مباراه سيمبا اكيد يعني أكيد. نتمنى البطء بقى اللي احنا شفناه هاني في التحضير، نتمنى هو الملعب مش هيساعدنا على البطء، الملعب هيساعدنا غصب عنك هتجري عشان الكوره بالظبط، يبقى انت برضك الكوره هي اللي بتعمل الشغل بشكل كبير. كميه الجري كمان يا هاني مطلوبه يعني، اي نعم في رطوبه وحراره عاليه، لكن انت بقى خلاص غصب عنك لانك انت حياه او موت، انت 3 بونت دول محتاجينهم بشكل كبير، فكميه الجري هتبقى مطلوبه طبعا. من كل اللعيبه صحيح، وفي حاله الهجوم ان انا اغامر يعني اخش نص ملعبه ب6 7 لعيبه ما قلقش، انا النادي الاهلي صحيح. هو قلقان منك جدا، وانا بدافع بتحت الكوره
يعني مطلوب الحاجات دي مهم جدا بالنسبة لنا على أساس إن إحنا نأمن المباراة بشكل جيد. يعني إحنا بنشكرك جدا يا كابتن، شرفتنا النهارده، شرفتنا جدا النهارده، دايما بنستمتع بوجودك. ربنا يكرمك كابتن، شكرا جزيلا يا كابتن، منورنا كالعاده، وكل التوفيق ان شاء الله لفريقنا يوم الاربعاء، وكمان في رحله كمان الرحله الافريقيه باذن الله، كل توفيق لنادينا. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا في البيت الكبير، نشوف حضراتكم بكره من 10 ل 1 في يوم جديد من ايام البيت الكبير.